يعني كل المعطيات حول الرسالة، ولكن أكمل هذه فقط. الفصل الثالث أردت أن يكون أثر، يتحدث عن أثر الصراع المدى، يعني هو تقريبا بداية الحديث عن موضوع الرسالة بشكل مباشر، يعني أثر الصراع المدى عند المسلمين في ارتدادات الحملة الصليبية الأولى. فتناولت فيه الصراع المذهبي وانتكاسات الجبهة الإسلامية في مواجهة ارتداداتها، تحدث عن انتكاسة الصليبيين عن طاقية وضيع بيت المقدس وسقوط طرابلس، ثم بعد ذلك تحدث عن محاولات للوحدة بين السنة والشيعة الإسماعيلية، وأثر أيضا إسماعيلية نزارية في استهداف قادة المقاومة الإسلامية. وختمت الفصل بالحديث عن مقارنة بين شخصيتين شيعيتين إماميتين، أحدهما نعم دبيس بن صدقة والقاسم الخشاب، أحدهما حالف الصليبيين ضد المسلمين ضد السنة، والآخر تحالف مع السنة ضد الصليبيين. أكتفي بهذا الأستاذ. شكرا. أشكر الأستاذ، شكرا جزيلا. شكرا. نتائج فقط توصلت إليها. نتائج. نتائج وصلت. طبعا الانقسام المذهبي داخل الصف الاسلامي لم يكن وليد القرن الخامس الهجري، وانما هو ابتدا منذ وفاه النبي محمد عليه الصلاه والسلام، ولكنه في هذه المرحله، مرحله الحملات الصليبيه، زادت حده الاحتقان بين الممثلين السياسيين للمفترقين بسبب انهم بلغوا مستوى متوازن من حيث القوه. في السابق كانت الخلافة العباسية أو الاتجاه السني هو المسيطر، والمعارضة الشيعية تلعب دور المعارضة، ولكن مع وجود الدولة الفاطمية التي بلغت مرحلة من القوة توازي مرحلة الخلافة العباسية، لدرجة أنها عملت على إسقاطها لمدة سنة على يد أبي حارث أرسلان البساسيري، فهذا جعل من القرن الخامس الهجري الاحتقان المذهبي فيه كان بشكل أكبر. أيضا يمكن القول ان التسابق في فرض الاعتقاد الطائفي والتمكيني له كواجب ديني لدى القوى الاسلاميه المشكله للمنشط الاسلامي كان متحكما في طبيعه العلاقات بينها، يعني العلاقات بين القوى الاسلاميه في المشرق الاسلامي قبيل الحملات الصليبيه وزمن الحملات الصليبيه كان الاعتقاد الطائفي هو المتحكم في طبيعه تلك العلاقات، لانه لم يكن الخلافه العباسيه او الخلافه الفاطميه لتتنازل احداهما عن الاخرى. ايضا لعل من تاثيرات الواقع المذهبي المتسم بالتطرف ساهم ايضا في ازدهار الحركه الفكريه والحضاريه ضمن نطاق سباق نصره العقيده. فسعى الخلفاء الفاطميون لنشر الفكر والعقيده الاسماعيليه ايضا من خلال كثير من الامور الحضاريه، وسعى في ذلك ايضا بعض القوى الشيعيه الاخرى الاماميه كالمردسيين والحمدانيين وغير ذلك، وحتى السلاجقه ايضا السنيين. بالمختصر يعني انه حتى في ظل الصراع المذهبي كانت هناك حركيه حضاريه بين المفترقين، وهذا دائما لنصره العقيده والفكر سواء السني او الشيعي. شكرا جزيلا. شكرا على هذا التقديم ملخص ونتائج الدراسه، ونحيل الكلمه ويقوم بمناقشه. اولا نبدا بالضيوف، من بكاي عبد الملك استاذ بكاي عبد الملك ولا يقدم، ثم الاستاذ لبيا ليتفضل. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. سعيد انا بتواجد في هذه مع هذه اللجنه الموقره المتشومه من الاستاذ خالد بن سعود، الاستاذ كمال بن مارس، الاستاذ الضياف، الاستاذه سناء عطابي، والاستاذ خميسي بولعراس لمناقشه هذا العمل الموسوم بصراع وتطرف المذهبي عند المسلمين في المشرق الاسلامي واثره على المقاومه ضد الصليبيين خلال القرن الخامس والسادس الهجري. وأقدم جزيل الشكر للأستاذ المشرف
الذي شرفني بالوجود في هذه المناقشة، وأيضا لإشرافها على هذا العمل المتميز والذي تظهر فيه بصمة المشرف واضحة. و له منا جزيل الشكر والتقدير والامتنان لهذه الدعوة. موضوع صراع التطرف المذهبي عند المسلمين من المشرق الإسلامي وأثره على المقاومة موضوع ربما مثل ما نبه إليه الأستاذ المشرف له ربما أو تصدق فيه مقولة التاريخ يعيد نفسه، وإن كانت الإعادة ليست بنفس الأطراف، لكن ما يحدث اليوم في المشرق الإسلامي وحتى في المغرب الإسلامي له من التأثيرات أو من التشابه بين ما حدث ويحدث الكثير. فالوضع متهلهل، الوضع حروب داخلية، احتقان، صراع جعل من التعدي الجلي على الدولة الإسلامية أو على الدول الإسلامية واضحا اليوم. هذا بالنسبة لي الموضوع. من خلال قراءتي لهذه الرسالة وصلت إلى مجموعة من الملاحظات، فطرحه كان طرحا جيدا، أفكار متناسقة، لغة راقية وسليمة، كم جيد من المصادر والمراجع، إخراج مقبول، فقرات قصيرة مبنية بناء جيدا. أهم ملاحظة لاحظتها على هذه الرسالة هي الاستثمار الجيد للهامش. فحمزة استثمر هامش الرسالة استثمارا جيدا، والمنهجية أيضا منهجية سليمة. ربما هذه الملاحظات والتي قدمتها أصبحنا لا نجدها مع الطلبة الجدد، ربما كون الطلبة الجدد بعاد عن الاحتكاك بالجامعة، كونهم ربما في التدريس. أنت حمزة أستاذ؟ نعم. معناه الأمور المنهجية هذه أمور أنت قاعد تدرس فيها، يعني عكس طلبة الألم دي جدد هذو ربما عندهم مشكلة منهجية، فلهذا نجد بأن هناك إشكالية في رسائل الألم دي وتختفي أمام دكتورة العلوم. هناك بعض الملاحظات حول هذا العمل أذكر من أو أحاول أن أكون مختصراً أو مختصراً ودقيقاً. فمثلاً لما أتكلم أو لما وصلتني الرسالة، عنوان الرسالة التطرف المذهبي عند المسلمين، السؤال الذي تبادر إلى ذهني هل التطرف المذهبي كان عند كل المسلمين أم عند فئة معينة من المسلمين؟ ثم يفهم من العنوان أيضا عدم وجود تعايش مذهبي إطلاقا في المشرق الإسلامي في فترة الدراسة، لكن في الجهة المقابلة لما ندرس تاريخ المقاومة الإسلامية، تاريخ المقاومة الإسلامية للحروب الصليبية، نجد بأن مسيحيي المشرق الإسلامي شاركوا جنبا إلى جنب مع المسلمين في حروبهم ضد الصليبيين. فما بالك بين الاختلاف المذهبي واللي راح بعدين أنت تتكلم عليه وتتكلم على تقارب مذهبي وتتكلم على وحدة مذهبية وحروب أو توحد الجبهة الإسلامية خاصة في عهد نور الدين ثم محمود، لتظهر مقاومة أو تظهر وحدة يعني عوض التطرف والصراع. هذه كملاحظة أولية حول الموضوع.
الملاحظة الثانية، الآيات القرآنية الكريمة وجب شكلها يا حمزة، وجب شكل الآيات القرآنية الكريمة. ظاهرة الاقتباس من المراجع، الاقتباس المباشر من المراجع، الاقتباس المباشر في الغالب وجب أن يكون من المصادر، الاقتباس المباشر ولا يكون من المراجع. هوامش الرسالة واللي قلنا الهامش ثري، نعم ثري، لكن في كثير من الصفحات يغلب عليه أو تغلب عليه المراجع وتنعدم المصادر. نعطيك مثال، صفحات دون مصادر، صفحة 40 49 50 117 118 119 كلها صفحات خالية من المصادر، يعني غلب عليها الطابع المرجعي. من الملاحظات أيضا العامة حول الرسالة، في بعض الأحيان نحس أن الرسالة يغلب عليها الطابع القصصي، وراح نتكلم لك إذا كان هناك متسع من الوقت راح نعطيك أمثلة عن هذا الطابع القصصي. بالنسبة للمقدمة أو قبل المقدمة، الآية القرآنية الكريمة اللي وأنت حر حمزة، ولكن وجب أنت تكلمت لنا الآية 79 من سورة آل عمران. أنا أرى، هذه وجهة نظر خاصة تاعي، أنه لا وجود لي علاقة بين هذه الآية وبين مضمون الرسالة. فالأقرب مثلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أو أن هذه أمتكم أمة واحدة، أو وأعدوا لهم ما استطعتم من قوتهم من رباط الخيل. يعني نختار ربما ما يتماشى موضوع الرسالة. أعجبني شكرك وتقديرك خاصة لأستاذك المشرف، وعن طريقك أنت نزف له الشكر والتقدير. حسب وجهة نظري الفصل الأولي والفصل الثاني غير خادمين للرسالة لبعدها عن فترة الدراسة، خاصة إذا تحدثنا عن النشأة ولم نتحدث عن وجود هذه المذاهب في فترة الدراسة. أكبر فالسؤال المطروح، هل وجدت هذه الفرق اللي ذكرتها أنت في الفصل الأول في زمن والمكان مراد دراسته، الزمن والمكان مراد دراستهما؟ تكلمت لنا على الفرق الإسلامية، هل وجدت كل هذه الفرق الإسلامية الموجودة في فترة الدراسة؟ ولا نزيد نعود نرجع للملاحظة أخرى بعدين ما دام تذكرت أنها نفس الملاحظة في الفصل الثاني. فالفصل الثاني هذا الذي اعتمد كفصل ثاني يمكن أن يكون مدخلا للرسالة، الفصل الثاني، الخلافة العباسية حاضنة للمذهب السني وهذا، والخلافة الفاطمية حاضنة للمذهب الشيعي. الملاحظة هذه اللي نتكلم عليها عودت وجدتها في المقدمة. أنا قلت لك المقدمة من الصفحة، يعني الصفحة الأولى كاملة، هذا إطلاق الحديثي على الانشطار المذهبي في بداية الدولة الإسلامية، وهو يعتبر حشوا غير خادم للموضوع، ووجب مباشرة الحديث عن فترة الدراسة. ثم أنت تتكلم لي هنا وتتكلم لي عن الانشطار في الفصل في القرن الأول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتهمل أهم فرقة اللي هي فرقة الخوارج، وكأن الانشطار كان سنة وشيعة والخوارج غير مذكورين، أنا ما دام راني نذكر في الانشطار في القرن الأول وجب الحديث عن الخوارج. في الصفحة با تتكلم لنا على كيانات سياسية، الخلافة الأموية والخلافة العباسية ودولة الأغالبة، وتذكر لنا الدول السنية والتي قلت بأنها دول تقريبا كانت سنية خاضعة إما للخلافة العباسية أو قبلها الخلافة الأموية. أنا قلت لك هناك إشكالية الصراع السني، الصراع السني السني بين أمويي الأندلس والعباسيين،
فالصراع بين الامويين في الاندلس والعباسيين في البدايه كان صراعا عسكريا. هذا الصراع العسكري دفع بالامويين او دفع بالعباسيين الى احداث او انشاء دوله اللي هي الاغالبه حتى تكون واقي صدامات امام اي صراع قد يكون او خطر ياتي من الغرب اللي هي من الدوله الامويه. ورغم العداوه بين العباسيين والامويين الا ان الامويون لم يتسموا بلفظ خلفاء وانما كانوا امراء. والسبب علاه؟ لانه كاينه فتوى في الوقت هذا تقول بانه لا يجوز وجود خليفتين في نفس الزمان، ومن شروط الخلافه السيطره على الحرمين الشريفين، هذا شرط يعني بلاد الحجاز يعني مكه والمدينه. لكن بعد اعلان الفاطميين قيام الدوله الفاطميه وبعد اعلان القيام الفاطميين الفتوى هذه بالنسبه لهم فتوى سنيه ما تعنيهمش، فاعلنوا انفسهم خلفاء. الفتوى هذه ولات فتوى لاغيه بالواقع. فكاينه فتوى اخرى تقول وجود اكثر من خلافه، ما قالوش زوج ولا ثلاثه ولا اربعه، وجود اكثر من خلافه. فبحلول سنه 316 تسمى الامويون او تلقبوا بالقاب الخلفاء واعلنوا الدوله الفاطميه خلافه او الدوله الامويه خلافه، ولات ثلاث خلافات، الخلافه الامويه في الاندلس والخلافه الفاطميه في تونس ثم في مصر، يعني في المهديه ثم في مصر، ثم الخلافه العباسيه في بغداد. ف صفحه جي وانت تتكلم لنا على تغير الخريطه السياسيه والمذهبيه لدى الطرف الاسلامي وتحقيق الوحده ولا ادري ماذا، انا قلت لك انا حبيت نسال سؤال حمزه. هل هناك في تلك الفتره ما يمكن ان نصطلح عليه اليوم بحوار اديان او مذاهب، ام ان الزنكيون والايوبيون تمكنوا من فرض مذهبهم قوة وجبرا نعم، وإحلال مذهبهم محل المذاهب السابقة بالقوة والجبر. ثم المناطق التي كان بها المذهب الشيعي، ونقصد الدولة الفاطمية، هل كان المذهب الشيعي مذهب رسمي أم مذهب شعبي في مصر؟ هل المذهب الشيعي مذهب رسمي أم مذهب شعبي؟ بمعنى بعدين لما حدثت هذه الصدامات خاصة في عهد صلاح الدين، لما مشى صلاح الدين أسد الدين شيروكو مصر ثم صلاح الدين، هل العامة وبعدين أنت تذكر لنا وتقول لنا بأنه حتى الإجراءات اللي دارها صلاح الدين ما لقات ولا معارضة؟ بمعنى أنا حبيت أنا خليني أقول بأن المذهب الشيعي مذهب رسمي أكثر مما هو مذهب شعبي، مذهب رسمي، مذهب سلطة، مش مذهب العامة. العامة حافظت على إما على مذهبها السني. المالكية نعم، المالكية وشوية عندهم شوية معليش. خلينا نمشي شوية حمزة. أنا كاين شوية أنا أعتبره خطأ منهجيا في الفصل الأول، هو التقديم للمباحث صفحة 3، يعني هذه في كل تقريبا المباحث والفصول وجب التقديم للمباحث، نقدم للمباحث لأنه التقديم يزيد موضوع الرسالة متانة وقوة ورصانة. وما نلقاش مباشرة نفسي أنا في غرفة الاستقبال، لازمني نعقب على البهو، من البهو باه نلقى روحي هنا مباشرة، لقيت روحي في غرفة الاستقبال مباشرة. ثم هنا أسلوب التعميم لا يصح في الدراسات التاريخية.
اختلف الكثير من المؤرخين. أنا قلت لك كم الكثير هذا؟ كم؟ كم؟ ثم وجب أن يكون الكلام مضبوطاً. هناك اختلاف بين المؤرخين، ثم نذكر بعض من رجح هذا القول ومن رجح القول الآخر. لكن نعود نرجع للهامش، ما نلقاش اختلف الكثير ومن بعد هذا كلام نتاعك انت، نتاعك انت، ما نلقاش إحالات قال هاو اللي يوقف في الرأي الأول وهاو اللي يوقف في الرأي الثاني. هكذا اختلف الكثير من المؤرخين، لكن ما لقيتش أنا منهم المؤرخين. هنا شوف حمزة، احنا نتكلموا على صراع السنة، صراع انت تكلمت لنا عاود رجعت لنا الصراع حول في الصفحة 6 قبل الإسلام، قبل الإسلام، قبل الإسلام، وتكلمت لنا على نفوء على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. انا قلت لك الصراع في مكة حول الزعامة قبل الإسلام كان بين بني هاشم وبني مخزوم. أقدر. حتى إن بنو مخزوم طمعوا في النبوة، طمعوا في النبوة، ومعروفة قضية الوليد بن المغيرة والذي قالها مستنكرا عدم نزول الدعوة عليه، ينزل على محمد وأترك أنا، أينزل على محمد وأترك أنا وأنا كبير قريش وسيدها. لما يوصف الوليد هذا، الوليد هذا لما يتكلموا عليه يقولوا بأنه مثلا في الجاهلية ما كانش يشرب الخمر، وكان يتخلق بأخلاق حسنة طمعا في النبوة، وقيل أنه كان يذبح 10 من الإبل كل يوم طيلة أيام الحج. ثم لما نتكلم كاين حادثة مشهورة أنه جاء هذا واحد يسميه الأخنش إلى أبو جهل يوم بدر وقال له أترى محمدا يكذب؟ فقال ما كذب قط، هذا أبو جهل، وكنا نسميه الأمين، لكن إذا كان في بني هاشم السقاية والرفادة والمشورة ثم تكون لهم النبوة فأي شيء لبني مخزوم؟ معناه قضية صراع سياسي، صراع سياسي حول الزعامة، حول الزعامة بين بنو هاشم وبنو مخزوم. أقرب وشوف لي الوقت يا أستاذ، مازال شوية. قام الماتش أطلق الأول. شوف صفحة 49، شوف صفحة 49 حمزة في الفقرة الثانية، كانت القوى المتمذهبة ثم انبثقة. حكم بني العباس استمرار للحكم الأموي والخلفاء الراشدين. أنا سؤال سأل، هل حكم بني العباس هو استمرارية للحكم الأموي؟ وهل الحكم الأموي هو استمرار للخلافة الراشدة؟ إذا كان استمرار زمني معليش، لكن أنا أفهم من هنا ليس الاستمرار استمرارا زمنيا، وإنما وكأنه متوارث الأمويين توارث الحكم على العباسيين توارث الحكم على الأمويين. وهاي هنا في الفقرة اللي بعدها حمزة وجب التنبيه إلى أن العصبية القبلية والدعوة الدينية كان هما أساس قيم الدول، أساس قيم الدول. مثلا العباسيين ارتكزوا على شعار الرضا من آل محمد كشعار ديني لقيم دعوتهم، فوجب الإشارة إلى هذا في في هذا المكان. ثم العنوان في الصفحة 50، الخلافة العباسية حاضنة للمذهب السني. هل الخلافة العباسية كانت حاضنة لكل المذاهب السنية أم للمذهب الحنفي فقط؟ الخلافة العباسية كانت حاضنة للمذهب الحنفي، فالكثير من العلماء والفقهاء تعرضوا للتنكيل
من قبل العباسيين مثل الإمام مالك مثل أحمد بن حنبل، فكيف تكون حاضنة لهذه المذاهب السنية؟ هي كانت خلافة حنفية. صفحة 53 شوف هذا الحادثة التي تكلم عنها ابن الآثية والموجودة في الإحالة الثالثة أن معز الدولة استشار خواصه وكذا وكذا. شوف هذه نفس ما حدث، إذا كان تقرأ نفس ما حدث لأبو عبد الله الشيعي مع عبيد الله المهدي، نفس الحادثة. الأول قالوا له خلاه مشى وكبر، أبو عبد الله الشيعي كبر في مقام الكتمية ثم قتله، ونفس الشيء أو نفس العمل حدث هنا في الحادثة هذه. صفحة 69 حمزة، نظن بأن الرقم هذا مبالغ فيه شوية. كما ينص الاتفاق على إمداد الإمبراطور السلاجقة بأموال ضخمة تقدر بخمس آلاف ألف دينار، خمس آلاف ألف دينار. قبل الإحالة رقم 2 74 حمزة. نعم. مصر الفاطمية أمل الشيعة في خلافة المسلمين. شوف أنا قلت لك أنت تتكلم لنا في ال لا أستاذ الرقم من 5 ملايين 5 ملايين قطعة ذهبية عدد سيطرة مصر. ثم تكلم أنا قلت لك ليس الهدف من الانتقال الفاطمي إلى مصر القضاء على العباسيين في البداية، بل كون السعي للسيطرة على الحرمين الشريفين لما لهما من رمزية دينية عن السنة والشيعة على حد سواء، ثم دافع اقتصادي. ففشل الفاطميين في السيطرة على مراكز الثروة في بلاد المغرب أمام أموي الأندلس خاصة بلاد السودان الغربي، فهم إلى البحث عن مراكز جديدة للثروة واللي ربما يلقاوها في بلاد السودان الشرقي، فانتقلوا لمصر. أنا كاين مشكلة حمزة في صفحة 107 أنت تكلمنا على الجيش الثاني، صفحة 107 انطلق من جنوب فرنسا في ذو القعدة 490 وبلغها بعد ثلاث أسطر في جمادى الأولى 490. تصلحش يا حمزة؟ ما تصلحش. نعم تاريخ ميلادي بيمكن كان خطا تاريخي. نعم 112 اللي هي مش رقم واحد. شوف وجب اعطاء المسافات بين المدن بما هو معروف اليوم. أنا كي تقول لي فرسخ مش لي أنا مش بكره نحوس، لكن دوك يهزها طالب في المكتبة يقول له فرسخ. ثم شكون بغراز
إيه الإسكندرونة علم على بغلات. أيضا ف الإسكندرون أشهر من بغلس. ملاحظة أخرى، شوف ملاحظة أخرى، نتكلم شوية على أنا هاي واحد راح الملاحق. أنا أرى بأن الملاحق بعضها غير خادم للرسالة على غرار الملاحق الأول والملاحق الثاني، ثم لا أدري ما هو سبب إدراج هذه الخداع. بالنسبة للخرائط، الخريطة تعد ملحقا، ما نديرش خريطة رقم واحد ولا رقم اثنين، نزيدو نضموها للملاحق. ثم من المفروض أنت حمزة من يرسم الخرائط، أنت ترسم الخرائط، أنت زدت لنا خرائط كلها تقريبا مصورة من عند حسين مؤنس، وحطيتها لنا عبارة عن ملاحق، فكان من الأفضل أن ترسم لنا الخرائط وتقوم بوضع ما يجب أن توضع أو تستخدمها وفق ما تحتاجها أنت. هذه الملاحظات لا تنقص من العمل شيئا. لا أخفيك سرا أنني استمتعت بقراءة الرسالة وقرأتها من أول كلمة فيها إلى آخر كلمة فيها، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الرسالة كانت رسالة مشوقة، لغتها سليمة. فلك مني الشكر على هذا الطرح، وأحيل الكلمة للسيد الرئيس. شكرا أستاذ على هذه الملاحظات، ويمكن تلخيصها في السبب الملاحظات هو أن تتطرق إلى الموضوع الذي تطرحه، التطرق المذهبي لم يكن عند جميع المسلمين أولاً. لذلك كرسالة متقدمة يعني التطرق الصراع المذهبي بين المذاهب، بينما تناولت الصراع خاصة بين الشيعة الفاطمية والسنة العباسية وسكن الدولة العباسية، يعني ونفس الملاحظة يعني هذه ملاحظة للأستاذ بكيت، بالإضافة إلى ملاحظات منهجية أخرى مثل الاعتماد على المصادر على البراج أكثر من المصادر، وهي كذلك يعني مما يفيد نوعا ما بالرسالة. هذه كذلك الرسالة كما قال الأستاذ مع ملاحظات أن يقوم عليها طبعا القصصي، يعني يحب يقول تحاليل والله دخل فيها تحاليل الافكار، تحليل الافكار. هذه الملاحظات العامة، بعض الملاحظات العامة للاستاذ بكاي عبد المالك، واحيل الكلمة مباشرة للاستاذ الدكتور استاذ بدير لاعطاء ملاحظات حول الرسالة. فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. في البداية أرحب ب تفضل أولاً أرحب بضيوف الكرام، منها الطالب حمزة قادري، وكذلك الأساتذة الأفاضل منهم مفيد حسين، يعني فنشكرهم على هذا القدوة. فليتفضل الأستاذ. في البداية كنت أرحب بالحضور الكريم، زملائنا الأستاذ الدكتور خميسي بالعراس، الدكتور عبد الملك بكاي، كذلك أرحب بالحضور أولياء أو أهل الطالب حمزة قادري، كما أشكر في البداية أستاذنا الأستاذ الدكتور كمال بن مارس على دعوته الكريمة لنظر ومشاركة لتقييم هذا العمل. لا شك أن الأستاذ عبد الملك كان محقا في كثير من الملاحظات، سيما في تقييم العام لهذا العمل الذي قام به طالب حمزة قادري، وكذلك أعتقد أنه معالجة الموضوع كانت موفقة، سواء في جانبيه العلمي والمنهجي.
في الجانب العلمي والمنهجي. كذلك ايضا اعتقد انه الادوات العمليه التي اعتمد عليها الطالب سواء جهه بيبليوغرافيا يعني جانب مصدري للموضوع او حتى الدراسات الحديثة التي تتقاطع مع موضوع الطالب. كذلك ايضا اعتقد ان الطالب قد وفق في تحديد النتائج والهدف الذي رسمه من خلال موضوعه هذا ومن خلال الطرح. لكن بطبيعة الحال يبقى هناك جملة من النقائص التي يمكن ان نرصدها في المحاور المختلفة وسواء كانت منهجية أو كانت علمية، وهو أمر عادي يعترض كل باحث. ملاحظتي ستكون يعني إما منهجية أو علمية أو حتى تقنية أو حتى تصحيح بعض الأسماء والكونة أو تصحيح بعض مثلا العناوين المتعلقة بالمصادر والمراجع. في البداية بالنسبة للشكر والتقدير، وقبل ذلك في النصوص لا بأس أن نتبرك بالنصوص القرآنية أو الأثار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح بطبيعة الحال، لكن ما ينبغي مراعاته هو اختيار النصوص التي تكون ذات صلة بالموضوع مثل ما تفضل الأستاذ عبد الملك. يعني كانت هناك أمام خيارات كثيرة التي من النصوص القرآنية التي يمكن التعبير عنها أو التعبير من خلالها عن ما تريده في هذا الموضوع. مثلا افترضوا وإن هذه أو إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، يعني هذا من أفضل النصوص ربما التي قد تعبر عما أردته من خلال هذا الطرح. كذلك أيضا يجب ما يجب مراعاته ضبط النصوص القرآنية، ضبطها سواء من حيث الرسم أو من حيث الشكل أو غيرها من التفاصيل. كذلك تخريج النصوص يعني بمعنى خرج النص الصورة والآية وما إلى ذلك. أنا مثلا في النص الأول هذا ربي أوزعنا أشكر نعمتك، هو تخريج النص هو صورة النمل الآية 5 أو الآية 19. كذلك ايضا ضبط النص بالشكل انعمت علي، كاين يعني في تفاصيل القراءات كاينه شده هنا على الياء، يعني كاين تضعيف على الياء وكذلك على والدي. كذلك ايضا خاصه الواجهه، ينبغي للواجهه ان تخلو من اي اخطاء طبيعيه او حتى اخطاء لغويه، على مثلا كلمه لما تقول على الدراسات والابحاث الغير منشوره، في الحقيقة لا نقول غير وإنما نقول غير المنشورة، وقد تكرر معك هذا الأمر في كثير من المواقع في مظاني البحث. ثم فهرس المحتويات. أنا في الحقيقة أتحفظ على الصياغة التي جاءت بها هذه الخطة لأنني أرى وكأنها تقرير حول موضوع. تقرير، لما نقول تقرير يعني فيه شيء من التفصيل. رأيتها وكأنها تقرير أو صياغة نتائج الموضوع، ولكن احنا أنا شخصيا أحترم خيارات الباحث وخيارات المشرف، لأنه الخطة تضمنت كثير من الأحكام المسبقة، يعني تضمنت أحكام مسبقة نتائج ضمنتها في الخاتم. أنا مثلا في الصفحة رقم الصفحة الفصل الأول الصفحة رقم 3 أو الصفحة الثالثة أو الصفحة الثالثة في الفقرة الثانية، قد فقد برز من الصحابة يوم السقيفة من رأى في أبي بكر الصديق أهلا لمنصب الخليفة لاعتبارات عدة. يعني نتكلم عن اجتماع السقيفة، الاجتماع الأول بين المهاجرين والأنصار هكذا. ورأى فريق آخر أحقية علي بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنهما لقرابته وأسبقيته في الإسلام. أعتقد الأسبقية هو أمر معترف به، يعني أمر مشروع، لأنه حتى النص القرآني أثنى ومدح وقال السابقون الأولون.
حتى أن في خلافة عمر بن الخطاب لما كان يرد بعض الأعيان أو الصحابة ويستأذنون في مجلسه فكان يقدم عمار بن ياسر وسعد وغيرهم عن سهيل بن عمر في الإذن، وذلك لتقدمهم في الإسلام، وكما يقال ليس من آمن قبل الفتح كمن آمن بعد الفتح. ومعلوم أن سهيل بن عمر من الذين أسلموا أو من فئة الذين تأخر إسلامهم، لذلك الاحتجاج بأسبقية في الإسلام لا تكون على أبي بكر وعمر، أكفهم يا حمزة؟ لا يمكن الاحتجاج بأسبقية علي بن أبي طالب، هو فعل من ثلاثة أمنت خديجة ثم علي بن أبي طالب ثم خادمه زيد بن حارثة وهكذا تترى، ولكن هذا المصوغ لا مصوغ لك تاريخي أو حتى شرعي أن نحتج بأسبقية علي بن أبي طالب في الإسلام على أبي بكر وعمر، لأنهم كلاهما قرشي وكلاهما سابق في الإسلام وكلاهما قدم خدمات وتضحيات جليلة للإسلام، ونحن لسنا بحاجة لتفاصيل أو أن نفصل في هذا الموضوع. ثم في الصفحة رقم 5 الفقرة الأولى بعد السطر ونصف، هذاك الفقرة الأولى ورد في النص، فيقول عن ذلك أحد مؤرخيه وهو الإمام محمد الحسين الكاشف الغطاء، هكذا إن أول من وضع، في الحقيقة أن هذا من وفيات سنة 1954، يعني هذا معاصر، هو معاصر، إذا كيف يمكن أن نقول أنه من مؤرخي الشيعة؟ أنا لما تحاججني يقول مؤرخي الشيعة نتكلم على أئمة يعني بمعنى أعلام الشيعة، ولكن هذا معاصر في 1954، حتى وإن كتب عن التشيع وكتب تفاصيل كثيرة عن التشيع لأنه لا نقول أنه مؤرخ الشيعة. ثم في الهامش رقم 1 أصول التشيع، ضبط العناوين، أصول التشيع الإسلامي المبكر وأصول التشيع الإسلامي وتطوره المبكر، هكذا سي حمزة. ثم في الصفحة رقم 11، في الصفحة رقم 11 السطر الأخير حمزة، قرأنا السطر الأخير صفحة رقم 11، من يتحقق فيه من أجمل المدحين ومن القيام بمسؤوليات الإمام من الإسلام والحرية والذكورة والعقل والبلوغ والنسب. ماذا تقصد بالنسب؟ راح نلاحظ بأنها عبارة حمالة أوجه، لما تقول النسب وتسكت هنا خاصة لما يكون الكلام وجه لغير المتخصصين وما أكثره، لما تقول النسب وتسكت هنا تقصد النسب القرشي وهو أساس القضية، لأن القرشية معلوم أن القرشية هو شرط من شروط الخلافة، وما تجيش لأنه مثلا في السقيفة ما حدث في السقيفة بين المهاجرين والأنصار. في الحقيقة أن الحديث هذا الصحيح، الحديث الصحيح والصريح في ذاته لأنه لا يحتمل التأويل. لما جاء في الأثر أعتقد أنه خرجه الإمام مسلم فيما أذكر أنه قال الأئمة من قريش، النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الأئمة من قريش، بطبيعة الحال هنا الأئمة هنا بمعنى جمع إمام، يعني الإمامة العظمى وليس الإمامة الصغرى، الإمامة العظمى يعني التولي على المسلمين. فتأخر نص القرشية عن 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 السقيفة هو في الحقيقة في كثير من الأحيان يحدث أن ينفرد بعض الرواة أو تكون بعض النصوص مع فئة قليلة، أو ربما قد يكون نص مع راوي واحد فقط، ولم في اجتماع السقيفة المقدر أن الذي كان معه على هذا الحديث لم يكن حاضر في السقيفة، لأنه لو كان حاضر في السقيفة لحاججهم بهذا النص، لقالق النبي عليه الصلاة والسلام أئمة من قريش وينتهي الأمر لأنهم كلهم سيستجيبون، فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، إذن سيستجيبون. وبالتالي
القرشية هي من شروط عند أهل السنة والجماعة، هي من شروط الخلافة. في طبيعة الحال هناك تفاصيل في الموضوع، يعني ما يجيش واحد يقول لي مثلا يقول لي وإذا لم يوجد القرشي وإذا تعارض أو ترشح القرشي وغير القرشي، بطبيعة الحال الأفضلية ستكون أنسب للخلافة. ورجح أهل العلم بأن الشرط القرشي هو شرط تحسيني وليس شرط وجوب في حال التعارض. عندنا كذلك في الصفحة رقم 19، في رقم الصفحة رقم 19 الفقرة الثانية يا سي حمزة، ولكن المدرسة السنية المتمثلة وقتها في الخلافة العباسية إلى قولك، يعني بمعنى ملخص الأمر، أنت رجحت أن الإقطاع أو أن الأغالبة أو أن أراد العباسيون يعني مشروع سياسي قام به العباسيون هو إطلاق يد الأغالبة في من أجل الوقوف في وجه الأمويين بالوكالة عن العباسيين ومنعهم من كسب الولاءات والتحالفات. أنت قلت أنه أراد العباسيون من خلال تأييدهم للأغالبة من أجل الوقوف في وجه التشيع هكذا، لكن هناك خلفيات كثيرة ذات صلة بالموضوع أو ما أراده العباسيين من وراء هذا المشروع السياسي، من بينها مثلا هو القضاء على أو الحد من كسب الولاءات الأموية على مستوى عدوة أو على مستوى بلاد المغرب. كذلك أيضا هناك قوى أخرى حملت العباسيين على إقرار المغاربة الأغالبة بإفريقيا مثل الرسوميين والبيزنطيين، يعني وضع الأغالبة كجدار مانع، هذا شو نقصد وش حاب نقول، كجدار مانع ضد الأمويين وليس ضد المد الشيعي فقط. وكذلك ضد الرسوميين الخوارج، ضد الخوارج عفوا وليس يعني لا. شكرا استاذ صحيح لي، ضد الخوارج وليس ضد الاشياء. صفحه رقم 19 راجع حول هذه الدوله العلويه محمود اسماعيل الادارسه في المغرب الاقصى، يعني نحدد المجال الجغرافي. ثم 24 لفت انتباهي قضيه احنا لما نورد في الهامش ثلاثه او اربع مصادر يجب أن نراعي الأسبق في الوفاة، يعني مثلا عندك البغدادي من وفيات 463، وعندك الذهبي من وفيات 748، وعندك ابن خليكان من وفيات 681. لذلك في الترتيب يكون البغدادي ثم ابن خليكان ثم الذهبي، هذا المنطق يقدر يعني السابق في الوفاة. لاحظ أنك في الصفحة 25 احترمت الترتيب هكذا يا حمزة. ثم في صفحة رقم 31 كذلك يجب المصدر أن يأخذ بكل بياناته يا حمزة، خاصة العنوان، ضبط العنوان، عندك أوائل المقالات في المذاهب أو في المذاهب والمختارات، راك كتبت لنا العنوان مقتضب بحمزة، خاصة لما يكون المصدر قليل التداول أو الواحد. كذلك حري بك أن تبتعد عن ترجمة المشاهير، يعني مثلا كما هو الأمر في الصفحة رقم 33 لا ضرورة مثل هذه الترجمة اللي هي ترجمة هشام بن عبد الملك. ثم في الصفحة رقم 37 أيضا منهزيا يجب أن نتجنب إعادة تذكر المصدر ببياناته إذا ذكر سابقا، يعني معلوم من الواحد بالضرورة أن نقول المصدر السابق والمرجع السابق وهكذا، لأنه سبقت الإشارة إليه اللي هو الفصل في الملل أو الفصل في الملل والأهواء والنحل ذكر قبل هذا الموضع. في الصفحة رقم 42 هذا صاحب كتاب الهفتو كيفاش؟ و الهبت الشريف، لا يوصف بالشريف ولكنه ليس العنوان ليس الهبت الشريف وانما الهبت والاظله فيما اظن اذا كان تعبير صحيح. الاظله الهبت والاظله
هذا تاع جافي، هذا تاع وش يقول له سمي معايا زفت الأذلة، وفي كتابه زفت الأذلة المفروض لقد أعطيت فضلا كثيرا. أولا أنت ما رجعتش المصدر مباشرة، هو متاح حمص موجود بي دي اف على النت ويمكن تحمله في أي لحظة موجود. لا أنت همشت بالإحالة بالواسطة، أنا نقول اعتمدت على وش يقول ماذا المرجع، خذيته من المرجع ليس من المصدر، هو متاح حمص. الصفحة رقم 42 أستاذ. إذا هذا الكتاب هو المفضل من عمر الجعفي لهذا الشريف، وللعلم توثيق مصطفى غالب، وللعلم سي حمزة الشعرم يقولوا أنه نصب كذبا أو افتراء، وليس نصب كذبا افتراء للإمام جعفر الصادق. يمحقه بعد أستاذ هذا، يمحقه هذا. إيه. هو مصطفى غالب تجمع القاهرة، هذا هو أصلا من الشعر الشعري إسماعيلي أو إسماعيلي. لا هو دار تحقيق أحمد الخطيب لا 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 ما يهمناش أستاذ، مش مشكلة. صفحة رقم 43 كلمتنا عن نشتكين الدرزي هذا، ثم بعد ذلك وصفته وهو محمد ابن إسماعيل أن نشتكين البخاري الدرزي، هو في الحقيقة هي نفس الشخصية. وفرق بين نقول انه ملحد، والفرق بين الزندقه والالحاد. علاش الملحد هو نفي، الالحاد هو نفي الالوهيه تماما، يعني سواء يرجع الامر ينفي الالوهيه. لذلك فهذا نشتكين الدرزي هو داعي اسماعيل من دعاه القرن الخامس الهجري، وكان يؤمن بالوهيه ابو علي المنصور بن العزيز الحاكم بامر الله. إذن فهو ليس ملحدا وإنما هو مشرك، كإيمان أهل الجاهلية يؤمنون بوجود الله تعالى ولكن يشركون به غيره. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا، المهم حتى يقولوا ملكته هو ما ملك. ما يهمناش الصفحة 44 سي حمزة. الفقرة الثانية استنكر لعقيدة الدروز هذه طائفة كبيرة المسلمين من دعاة إسماعيل التي تعد الدروز، إلى قولك انحراف عقائدهم أكبر علماء الإسماعيلية في العراق عبد الحميد الكرماني. هو حميد الدين وليس عبد الحميد في حمزة، ولاحظ أنك في الهامش كتبته صحيح، روح للهامش وتلقاه صحيح أحمد حميد، أشرت إليه على أنه حميد الدين الكرماني كما ذكرت في الترجمة على الهامش. ثم الصفحة رقم 52 هنايا فهمنا حمزة ومنتوج الأساتذة باش يفهمونا. درك درك بنو بويه هم شيعة زيدية، شيعة زيدية أستاذ المرسى بويهيون. إيه والله ما بعد شو سالفة ما نبلش شوف بعد ولا يعرف شيعة زيدية زيدية بويهيون لكن زيدية ولكن تحول مع الوقت إلى شيعة إمامية. خلينا نفهمه شوي، إذا كان مؤرخ هذه الطائفة كتاب ومؤرخ هذه الطائفة يقولون أنهم شيعة إثنى عشرية، كما أن هذا فضلا على أن التشيع البويهي هو كان تشيعا سياسيا ولم يكن تشيعا عقديا. إذا هذه حقيقة ينبغي الالتفات إليها، ولا نصدر الأحكام المعممة، كان عليك أن تتحفظ ولا تقول بأنهم شيعة زيدية. خلص انظر لأعطيك المرجع أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين العاملي وهو يضارع موسوعة عربية ومن وفيات 1371، ترجم فيها كثير من كبار الشيعة وإعلامها في عشر مجلدات. إذا ينبغي عليك أن تبتعد عن التعميم. ثم الصفحة رقم 73 في الهامش رقم 1 فاروق عمر فوزي الخلاف العباسي. أعتقد هنا كاين في جزئين، أنا ما أظن المرجع هذا
خلاف العصر العباسي عصر القوات العفو القوه والازدهار وعصر السقوط والانهيار يجي تحدد لنا انت ناسي حمزه تكتب الخلافه العباسيه في الاخر دون ذكر الجزء في المرجع في الهامشه بعد 2003 موجود 2005 وين جاي الرسول؟ في السير 85 مع الجزء الثاني 85 ثم الجزء تاع السقوط والانهيار داكور ثم في الصفحة رقم 93 خلينا في الصفحة رقم 93 هذه أشار إليها الأستاذ عبد الملك صفحة 110 ما عليه شيء نستنى بجوزها صفحة 111 حروب صليبية العمل منجزة في مراحل البحار في الحقيقة هذا الجزء الثاني وليس الجزء الأول سي حمزة هو الجزء الثاني أنت اعتمدت على الجزء الثاني فاهمين هي 111 الهامش رقم 5 الهامش رقم 5 حمزة ثم الصفحة رقم 281 ايه وهذه المشكله اللي حبيت نفرعها معك سي حمزه انت راك خلينا نقولوا سويت بين الضحيه والجلاد لما تتكلم عن الادعاء لان الجماعه كلها راهي قاعده تعيش عقده نقص الشرعيه ولكن انت لا تطلق يدك في هذا الامر وتساوي بين السنه والشيعه هذا بالنسبه لي الشيعه راهم خارجين على جماعه المسلمين سواد أعظم المسلمين الآن اليوم بين السنة والجماعة وده في كثير من المواقع من المذكرة أو من الأطروحة راك تقول مثلا هنا مثلا في الفقرة الأخيرة تبع معي الفقرة الأخيرة حمزة وش تفهمني في السطر الثالث من الفقرة الأخيرة واتخذ ابن نسل إسماعيل بن جعفر الصادق الصادق أئمة وخلفاء تنافس بهم ادعاءات الشرعية التي يتبناها خلفاء بني العباس هل ترى أنت الخلاف بني العباس أنها مدعية وأنها غير شرعية؟ صفحة رقم 281 صفحة الأولى 281 ثالثة الصفر الثالث الأخيرة الفقرة الأخيرة ماما الصفر خلاف العباسية خلاف أهل السنة والجماعة أهل العلم راهي خلافة صحيحة دون أن ندخل في تفاصيل الموضوع يعني ما تجيش تقول لي هي فعلا أنها خلفت الشورى لأن لم تكن شورى يعني صادرت حق الأمة في ممارسة حقها في تعيين من يتولى عليها ولكن خليها من باب التبرير أو حتى من باب الفقهاء السياسة الشرعية لما وجدوا أو أوجدوا مخرجا في هل يمكن أن يكون الحكم الإسلامي على وجه الملك والتوريث يعني وجدوا بعض المبررات واعتمدوا على نصوص من بينها مثلا أنه يصف عليه السلام أنه شرعه من قبلنا شرع لنا إذا ورد في كتبنا ولم يخالفه نص أو حكم شرعي ثابت عنه. يعني مثلا يوسف عليه السلام لما طلب قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال فاجعلني على خزائن الأرض فإني حفيظ عليم سألها لنفسه. كذلك أيضا نجد أنه داود عليه السلام جمع بين الملك والخلافة. عندنا مثلا خلينا من التفاصيل كما حتى الفقهاء المالكية هل يجوز لمن رأى في نفسه الأفضلية أو من توفرت فيه شروط الخلافة بحيث إن قعد عنها وتولاها غيره ألحق فاتت مصالح الأمة وتعطلت يجوز له في هذه الحال أن يطالب بأن يرشح يعني معنى أن يعبر ويصرح بالترشح للخلافة هو أمر يعني يدخل في مصالح الدولة ومصالح الأمة استر لي بعد تكلمت على خلفاء بن العباس فكان وجود خليفتين مسلمين في الزمن امر في غير صالح للاسلام هذا تساهل يا حمزه لا يمكن للخلافه الاسلاميه ان تتعدد باي حال من الاحوال حتى في اطار يعني خلينا في المجلس السني لا تتعدد الخلافه يعني لا يمكن ان يكون خليفه في المشرق او في الشرق وخليفه في المغرب في ذات الوقت والنصوص موجوده وصريحه وواضحه وضرب عنق وما الى ذلك ربما لك على بالك بهذه القضية كذلك أيضا نفس الشيء وهذا أشار ليه الأستاذ عبد الملك وزعت التطرف
يعني وزعت التطرف بين السنة والشيعة. احنا خلينا سيدي نقولوا ان السنة تطرف، لا اتكلم عن التطرف او الفعل ورد الفعل بين مثلا بين المذاهب السنية الاسلامية، لا اتكلم عن هذا الامر، وانما اتكلم عن الصراع بين السنة والشيعة. انت في كثير المواقع راك تسوي بين السنة والشيعة، وزعت التطرف بينهما بعدالة، وفي واقع الامر تاريخيا ان التطرف كان من الطرف الاخر. اقدر توافقني في هذا الطرح ولا ما توافقنيش يا حمزة؟ اليك الكلمة، تفضل. يا دكتور، يعني مرات توجد حتى الطرف السني هناك يعني يعتبروا الاعمال اللي قام بها نور الدين وصلاح الدين الشيعه، كثير منهم يعتبروا ان صلاح الدين ساعد الشيعه في مصر لما ارادت عمل على احداث تغيير جوهريه على المستوى المذهبي في مصر. حتى نور الدين محمود في حلب وفي دمشق ايضا كان يعني ايضا امر بتغيير الاذان، وامر كثير من الامور من اجل احداث تغيير جوهري مذهبي في المدينتين، هو لصالح الوحده، لصالح الوحده بغير مقاومه الصليبيين، ولكنه يعتبره ايضا كتاب اخرون كي ناخذوا بارائهم ايضا يعتبر ايضا كان متطرف في تعامله مع الشيعه رغم انه كان حاكم السلطه السياسيه. انا الميساج اللي حاب نوصله لك هو انت اردت ان تكون محايدا وتسمح لي حيادك كان سلبيا، هذا رأيي أنا كل حال، حيادك كان سلبيا، يفترض أن تقف في طرف الحق، في طرف الحق معه. إذا لذلك أنا لاحظت ملاحظة المستوى في توزيع التطرف لدى القوى الإسلامية يحتاج إلى مراجعة. ثم الصفحة رقم 283 نفس الشيء في الخاتمة، قلت الحكم لدى إحدى العاصمتين المدعيتين للشرعية، المدعيتين للشرعية يعني معناها مساحتها في فين كل سواء في يعني في العباسيين وفي في إذا نفس الشيء أنا أعتبره حياد سلبية سي حمزة. ثم الصفحة 318 بالنسبة لقائمة المصادر والمراجع، هي فعلا قائمة المصادر والمراجع الجغرافية بشكل عام كانت متخصصة يعني تخدم الموضوع. بعض الملاحظات المنهجية فقط حمزة، انت في المصدر رقم 5 أبي موسى الأشعري الحقيقة يرتب في الحاء وليس في الألف حمزة، يقدر ولا لا يرتب في الحاء. عندك مثلا في الصفحة في نفس الصفحة خريدة القصر وجريدة العصر، عندك الفتح القسيفي الفتح المقدسي، نعم عندك ابن القلمسي رقم 11 يرتب في الفاء في القاف عفوا هكذا حمزة ولا لا؟ إذا في النهاية أعتقد أن الطالب قد وفق في معالجته للموضوع في جانبيه العلمي والمنهجي، كذلك خلو الأطروحة من ما قد يقع فيه كثير من الطلبة والباحثين هي الأخطاء المنهجية وما إلى ذلك. هذا هو، شكرا. تفضل سيدي الرئيس، كلمة إليك. هاك. شكرا سيدي نشكر الأستاذ دكتور ولاد ضياف على هذه الملاحظات التي يمكن تلخيصها في أهم ملاحظة هو موقف المذاهب الإسلامية من الإمامة أو الخلافة. ولاحظ الأستاذ والضيف أن الطالب قد وقف موقف سلبي من هذا الصراع بين السنة والشيعة، رغم أن هناك أفضلية للسنة من الشيعة لأن الشيعة يعني خرجوا عن الجماعة الإسلامية. هذه حسب الملاحظات. كذلك هناك ملاحظات حول المنهجية، منها ترتيب المصادر والهوامش، كذلك في بعض الأخطاء في الهوامش. نشكر الأستاذ على هذه الملاحظات وهي بدون شك مفيدة، نأخذها بعين الاعتبار. ونحيل الكلمة الآن للأستاذ ولاد بوالعلس من جامعة سطيف، خميسي بوالعلس من جامعة سطيف، دكتور الأستاذ بوالعلس تقديم ملاحظته، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أجد مسرور أن أقف أمام مشرفي أستاذ الدكتور كمال بن مارس وزملائي الأساتذة أستاذ الدكتور لطياف رابح وكذا الأستاذ حسن عطابي وكذا الأستاذ عبد الملك بكاي والأستاذ خالد. عندما لاحظت هذا العمل، هو عمل متخصص في جانب معين من الحروب وعلاقتها ب يعني ذلك الصراع والتطرف المذهبي، اعتقد ان هذا العمل قد اشرف عليه استاذ متخصص، استاذ الدكتور كمال بن مارس، متخصص في جانب المشرق وله دراية في هذا المجال، ولذلك قرأت الرسالة باطمئنان لأنها جاءت من متخصص في هذا المجال. صحيح ما قاله زملاء الأساتذة حول بعض الإيجابيات التي لاحظناها في هذا العمل والتي سوف تتمحور حول جانب منهجي وجانب معرفي. صحيح أن التهميش كان ثري جدا، ثري والطالب قد تحكم فيه، عطرة يعرف لنا الإعلام وعطرة يعرف لنا البلدان، وقد تخصص كذلك في نسب هذه المصطلحات أو الإعلام أو البلدان إلى المصادر الأساسية كالكتب طبقات وكتب السير وكذلك كتب الجغرافيا والمعاجم. لغة سليمة، وإن لاحظت أن الطالب قدم لنا هذا العمل بلغة لغة سردية كما قال الأستاذ والزملاء، لغة سردية وسوف نتكلم على ذلك. كذلك لاحظنا التسلسل المنطقي لبعض الأحداث. هذه يعني ما استطعت يعني جمعه من الجوانب الإيجابية. سوف الآن حمزة نركز على الجانب المعرفي، في الجانب المنهجي سوف يقع فيه الكثير وسوف يصحح. الذي لا يصحح هو الجانب المعرفي. أنا عندما قرأت الرسالة هذا يبدو لي شخصيا، وهذا لا ألزمك به ولا ألزم به زملائي، سوف نتكلم على العنوان والتيتر. عندما نقول العنوان نقول الصراع والتطرف المذهبي عند المسلمين بالمشرق وأثره على المقاومة. أعتقد حمزة أن مصطلح المقاومة ولد من مخاضات سياسية، أحزاب سياسية. أعتقد أن الأصح أن نقول على حركة الجهاد ضد الصليبيين، لأن الجهاد هو لأن الدولة في العصر الوسيط هي دولة دينية يسمى بالعقل الفقهي، فالعقل الفقهي هو الذي يوجه هذه السياسة، ومن ثم نستطيع أن نقول هذه المقاومة هي مصطلح معطل مؤقتا يأتي، لأنه ليس كل مصطلح يؤدي تلك الوظيفة. أنا أعتقد أن تقول حركة الجهاد، لأنه هما أصلاً داروا حركة اسمها حركة صليبية، الصليب الجهاد مسلم الجهاد، فهمتك؟ يعني أنه هذا المصطلح الجهاد هو المصطلح الذي لاحظناه، لم نلاحظ في مؤلفات الفقهاء هذا المصطلح، وأنه الجهاد مثلاً الإنجاد في أبواب الجهاد مثلاً لابن المناصف مثلاً. فمثلا عندما نتكلم عن الكتب التي الكتب الأدب السلطانية تركز على هذا المصطلح ومصطلح الجهاد. كذلك في العنوان دائما حمزة ركز في العنوان، نقول الصراع والتطرف المذهبي عند المسلمين بالمشرق الإسلامي وأثره على مقاومة الصليبيين. عندما نقول التطرف المذهبي، أنا وش يجي في بالي؟ يجول الخوارج والمالكية ومثلا يجول السنة والشيعة إلى غير ذلك، ولكن حمزة هذه 100% رسالة تاعك
تتمحور حول الصراع السني الشيعي. شوف حمزة، وكأنني أقرأ للشنقيطي، مختار الشنقيطي، محمد مختار الشنقيطي، وكأنك جبت لنا هنا الشنقيطي، لأنه الشنقيطي أنت اعتمدت عليه على أثر الحروف العلاقات الشيعية السنية السنية. أنت الآن ركزت في الدراسة تاعك على الصراع السني والشيعي. من الأحسن أنك تقول الصراع السني الشيعي نموذجا هكا باش توضح لنا. وضحت لنا أنت الإطار الزماني صحيح ممتاز فعلا، ولكن ما لابد أن تركز على، أنت ركزت في رسالة تاعك على السني الشيعي، وهنا درتي جلوبال عام. مما أنا كي شفت الرسالة ذكرت بلي كان صراع مذهبي ما بين يعني مجموعة من المذاهب، ولكن عندما قريت وجدت أنه صراع سني شيعي فقط. إذن لابد من أعتبر هذا حتى في المقدمة حمزة، عندما أقرأ للشنقيطي وأقرأ هذه الرسالة تقريبا أخذت الكثير من الشنقيطي في أفكاره وفي مصطلحاته، خاصة لو نرجع إلى الفهرس تاع الموضوعات نجد أنك اقتبست الكثير من المصطلحات تاع الشنقيطي، وهذا أعتقد أنه ما برزش شخصية الطالب أو الباحث في إبراج شخصيته من حيث المصطلح، من حيث التحليل، من حيث النقد، وسوف أتكلم على ذلك بالصفحات. مثلا شوف مثلا حمزة في المقدمة الصفحة ألف، مثلا أنت تتكلم في الصفحة ألف في السطر الرابع مثلا، وأخذت في الانقسام على نفسي بسبب الاختلاف حول أحقيق من يتولى خلاف على نفسي. أنت الآن حمزة تكلمت عن الجانب السياسي، تكلمت عن الجانب السياسي هذه الفرق، ولكن نسيت شيء مهم جدا هو الذي أعطى دافعية لهذه الحرب، وهو الثورة الفكرية التي أحدثتها المعتزلة مثلا والجهمية مثلا. إذن فيه ثورة في المفاهيم الدينية وفيه ثورة في المفاهيم الفكرية كالمعتزلة والجهمية إلى غير ذلك. لا يمكن أن تكون الثورة فقط هي ثورة في المصطلحات الدينية. أنت الآن في السطر ما قبل الأخير من الصفحة ألف يقول عن هذا التطور، يقول محمد بن المختار الشنقيطي. صحيح أنا رجعت للشنقيطي وبالفعل لك اقتبست في الصفحة 85. هذا رأي الشنقيطي، رأيك حمزة رأيك في هذا. هو يقول أنه فقد كان من أهم الظواهر الثقافية التي ظهرت في العصر العباسي الأول أن التحول الشيعي المرئيس. أنت كباحث، هذا الشنقيطي، أنت كباحث كيف تنظر إلى هذا لهذا الطرح هذا الموضوع؟ معليش حمزة روحوا الباء صفحة باء. قرأ لي حمزة وخلال العقد الأخير من القرن الخامس الهجري الحادي عشر ميلادي استقبل المسلمون بالمشرق هجمة عسكرية في قالب ديني مستهدفة إلى غير ذلك، حتى نصل إلى فيه حال المسلمين وواقعهم مثل ما عرضنا له سابقا. كمل الجملة اللي بعده. نعم صحيح خلاص. شوف حمزة، المناهج الحديثة الآن حتى في لغة الرياضيات لو تكون مجموعة التعريف خاطئة تكون النتيجة خاطئة بالضرورة، يعني نديروا المنطق بالضرورة. أنت تقول الآن فأثر الصراع المذهبي، خلاص ما تأتينا النتيجة، علاه نمشي ونزيد ونقراوها الرسالة كاملة؟ أنت قلت أثر وأثر، شوف اللي هي مش تكتب وأثره على المقاومة. أنت مش تقول في المقدمة فأثر الصراع، خلاص هذايا ما كانتش عندنا شهية باش نقراوها الرسالة هذه، أثر خلاص. الطالب راهو قال باللي أثر، خلاص ما نقراوش، خلي الأمور هذه خفية،
نشوفها هل انها اثر سلبا ام ايجابا في الاخير. هذه الحوصله، الحوصله اللي ممكن تكون عند الطالب بهذا الشكل. ونرجع دائما وانت تصحح لنفسك في الصفحه جيم عندما تقول واما الاطار الزماني لموضوع البحث، فهم مليح يا حمزه، فهو يغطي القرنين الخامس والسادس والعاشر والثاني عشر حيث شهد ذروه الصراع السني الشيعي. وهذا هو عنوانك، فهمت؟ هذا هو عنوانك، تكتب الشيعي الصراع السني الشيعي انموذجا، فهمت؟ فيه تناقض ما بين العنوان وما بين شوف الفقره، الفقر دائما في الجيم الاول ما قبل الاخيره تقول وبخاصة ما تعلق منها بالتشرذم والانقسام والصراعات الداخلية. في الأستاذ الباحث المغربي أستاذ طيب بوعزة عنده واحد الكتاب رائع جدا يسمى تجديد المنهج. تجديد المنهج يتكلم طيب بوعزة على اختيار المصطلح المناسب. أنت تتكلم عن التشرذم والانقسام والصراعات الداخلية، هذه ثلاثة حاول أن تختزلهم في لغة الرياضيات، تختزلهم وتبدأ لهم مصطلح كافي كافي، لأنه هذا نسميه إطراب شوية في مصطلح واحد كافي لكي يبين لنا هذه الفكرة. أذكر مصطلح واحد فقط هنا في الصفحة دي، حبيت نشوف الرسالة الماجستير تاعك في قائمة المصادر والمراجع أو في قائمة الرسائل، ما لقيتهاش. أنت واش تقول؟ ولكوني قد عالجت في مرحلة الماجستير نماذج من جهود المقاومة ضد العدو الصليبي والمغولي كذا، ولكن وهذا من شجعني في الفيلم. أنا بحثت ما لقيتش هذه، علاه؟ لأنك تتكلم على لا ريزيستونس بوليتيك ولا ميليتير ولا كذا، ما لقيتش انك اعتمدت على نفسك يعني في هو اللي تساعدك انت، ما حطيتيهاش هذه خلاص. حمزه نروحوا للهاء، الهاء كذلك في الهاء تتكلم عن الاشكاليه وفيها زوز، فيها عنصرين من الشنقيطي اقتبستيهم من الشنقيطي محمد مختار الشنقيطي في كتابه اللي قلت لك عليه او اشرت اليهم. من شروط الآن حمزة الإشكاليات، هناك إشكاليات بسيطة وهناك إشكاليات مركبة أكاديمية، وفي بعض الأحيان الطلبة لا يفرقون بين السؤال وبين الإشكالية وبين المشكلة. ولذلك التطور القارئ الآن، تطور القارئ مع التقنيات والتكنولوجيا إلى غير ذلك، صار الطالب أو القارئ الآن خاصة في العالم العربي انتقل من العقل الفقهي إلى العقل الرقمي. إذن الآن صار يستعمل الفيسبوك ويستعمل الأرقام، ولذلك حتى أساس البحث والتطور هو رقمي، رقمي من فوق الأسفل تصاعد كي نعرف اثنين ثلاثة أربعة قضية التطور. الإشكالية لابد أول حاجة أنه الإنسان يقرأ، أولاً يقرأ على المناهج ويقرأ على كيفية بناء الإشكالية، ومن ثم يضبط الإشكالية المركبة، لأنه فيه الآن فيه تجديد، الآن فيه تجديد. والأستاذ بوبيدي راهو انشط في هذا المجال يعني في جوانب المنهجية، في الجوانب هذا، يعني فيه الإشكاليات الأسية الآن، ما هيش إشكاليات بسيطة أحادية، وإنما هناك إشكاليات أسية، أي أن الإشكالية تحمل متغيرين، وراح نشوف هل هذا المتغيرين يعني أن الطالب وفق في عملية المعالجة أم لا. وكأنك تتكلم، شوف الإشكالية مثلها مثل الرياضيات، مجموعة التعريف، إذا كانت الإشكالية مضبوطة كل النتائج التي ستتوفر ستتصل بها أو تتوصل إليها فهي نتائج ناجحة جدا، أما إذا كانت الإشكالية ضعيفة فنتائجك سوف تكون ضعيفة جدا. كذلك نروحوا إلى الصفحة واو، نلاحظ أنه حمزة عندما تتكلم على المنهج أنت تتكلم على المنهج وتقول واعتمدت على المنهج التاريخي ثم المنهج التحليلي وكذا المنهج المقارن.
المنهج المقارن لازم تعطينا، ومن بعد راح نتكلموا على هذا الشيء. لازم تتكلمنا على الارقام وتتكلمنا على الاحصائيات التي اقارن هذا بهذا، فهمت كيف؟ هذا هو المقارن الاساس، لا باز هي عندما اقارن هذا بهذا، يعني هو الجانب الاحصائي الرقمي لكي تكون الرساله اكثر حضورا من ناحيه رقميه. نروح كذلك الى الصفحه ميم ميم صفحه ميم صفحه ميم لام ميم نفس الشيء، لام ميم لان تتكلم. شوف حمزه الاستاذ القادري بوتشيش وكذلك الاستاذ محمود اسماعيل عبد الرازق، وهؤلاء تكلموا على قضيه مهمه جدا، وهذه القضيه تكلموا على المهمشون. انت الان اعتمدت على مصادر كانت تابعه للسلطه، سواء السلطه الشيعيه او السلطه السنيه. مثلك مثال ابن القلانسي مثلا تاع وجمال الدين الحموي الشافعي، هذا يا وكذلك ابن شداد النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، هذا المؤرخ كان مصاحب وصديق لصلاح الدين الأيوبي، ومن ثم يلمع صورته كذا، عكس ابن الأثير الذي كان ينقد صلاح الدين الأيوبي وينعته بالذي كان يغتال وكان يقتل وكان كذا. لماذا؟ لأنه ابن الأثير مصري وكان الوطنية، الآن حتى المصريين مشهورين بالوطنية، ولذلك لازم ندير نقد جدي ونقد دقيق جدا لهذه المصادر، لأنك أنت أمام الغام تتعامل مع المصادر. علاش نقولوا احنا نقولوا لازم تقرأ يعني منهج وأصول والعوامل التي ساهمت في تكوين ابن الأثير ولا ابن القلانسي ولا ابن شداد. إذن لازم تكون على دراية حمزة بأن هذه المصادر كانت موالية للسلطة. أنت الآن تؤرخ من فوق ونسيت الأشياء هذيك اللي نسيت الجند، نسيت الجند الذين لا يأنم، نسيت الجند لأن التاريخ يؤرخ للقادة ولا يؤرخ للجواب البسطاء. حتى نفس الشيء إذا روح حمزة والله يا حمزة شوف روحوا للصفحة رقم قاف قاف يعني قاف. تمنيت يا حمزة تمنيت هو هذا الموضوع، هو موضوع تاريخي ديني فلسفي فلسفي. تمنيت أنك تؤثث لهذه الدراسة من خلال مجموعة من المراجع أو الدراسات الحديثة. أعطيك مثال وهذا سوف نتكلم عليه في نقد المصادر والمراجع التي تعرف جيدا أن المغاربة كتبوا الكثير في الصراع المذهبي. لو نقارن ما أنتجه المغاربة وعلى رأسهم محمد ياسر الهلالي الذي جاب دراسة ممتازة حول البيبلوغرافيا المذهبية أو في الدراسات الأكاديمية المغربية، وجابها لنا بالدوائر النسبية وبالمنحنيات البيانية بالدراسات حول المذاهب باللغة الألمانية باللغة الإسبانية باللغة الفرنسية وهكذا، فأعطانا مجموعة من الإحصائيات. انظر الآن كيف الآخر يقرأ وكيف يفسر هذا الصراع المذهبي بهذه الطريقة الأكاديمية، ولاحظ أننا كيف نعالج موضوع في المشرق بهذه الطريقة السردية. لماذا؟ لأن القارئ الآن حمزة أو غير مستعد باش يقرأ الكم الكبير هذا، هو يعتمد على الاختصار التحقيق جدا في هذا المجال. حبيت فقط نقول لك بأنه لو طلعت كذلك على المجدوب، المجدوب عنده الصراع المذهبي بإفريقيا كذلك، وكذلك دراسات حول الصراع المذهبي بالغرب الإسلامي بن عمر محمد في وهر العقدي، وكذلك حسن ناظم اللي عنده الصراع المذهبي فصول في المفهوم والتاريخ كذلك، يعني يفيدك هذا ما تعتمدش عليه، تؤثر دير لاباز باش تنطلق لمعالجة هذا الموضوع. كذلك السياسة الدعاية والسياسة والإعلام المذهبي، أعتقد يا حمزة أنه فيه دراستين لو اعتمدت عليهم
سوف يكون بحثك هذا أو دراستك هذا من الدراسات فعلا الجد. أولها وائل حلاق. وائل حلاق له كتابين رائعين، هو مدخل إلى الشريعة، موجود هذا الكتاب، ومدخل إلى الشريعة يضم 1000 ورقة، 1000 صفحة عفوا، 1000 صفحة تكلم فيه على أن الشريعة، وسبب هذا التأليف تاع الكتاب تاع الشريعة، وكان هو فلسطيني، أصله فلسطيني، ولد بالناصرة وراح إلى طلب الجنسية الكندية نظرا للظروف اللي تعاني منها فلسطين، وعندما يريد أن باش يدير الدكتوراه طلب منه مشرف أن يقرأ الفقه المحمدي لجوزيف، فقرأه، ومن ثم وجد أن المستشرقين أخطأوا في مفهوم الشريعة الإسلامية اللي اعتبروها معطلة منذ القرن الثاني الهجري، ولذلك هو قرأ المدونات من القرن الثاني الهجري إلى القرن السابع الهجري، ووصل إلى نتيجة هو أن الشريعة الإسلامية مستمرة، أي صالحة لكل زمان ومكان. لو اعتمدت على هذا الكتاب وأثثت به هذه الدراسة ستكون دراستك ممتازة. وكذلك له كتاب آخر اسمه الدولة المستحيلة. هذا الكتاب الذي يلاحظ أن الدولة الإسلامية بهذه الصراعات لا يمكن أن تنشأ أو تؤسس في هذا الوقت. لماذا؟ لأنه هناك الحداثة، والحداثة تعتمد على اللا أخلاق، أما الشريعة الإسلامية فتعتمد على الأخلاق، ومن ثم هي دولة مستحيلة حسب وائل حلاق. كذلك أنت انظرت إلى الموضوع نظرة سنية، نسيت الجانب الشيعي، فيه باحث وتم اغتياله في لندن، هو علي شريعتي. علي شريعتي كان يعني ممتاز هذا، وعنده واحد الكتاب يسموه دين ضد دين، وعنده كتاب اعتمدت عليه وهذا راه موجود يسموه التشيع الصفوي العلوي، يعني هذا يفيدك، يعني يفيدك هو كشيعي يطرح الإشكالية ويكذب بعض الادعاءات السنية، وخاصة أن حمزة لو قريت ياسر للشنقيطي راهو قاعد يتكلم، وخاصة جعفر المهاجر يتكلم يقول بأنه التاريخ هذا كامل كان سردا سنيا، كان سردا سنيا، وبالإضافة أنه فيه زوزة حمزة كتب شيعية أحرقت أو ضاعت هذه الكتب الشيعية، أولها كنز المؤمنين في سيرة الملك صلاح الدين تمت. وكذلك فيه مصدر آخر ضاع شير وهو الذي يؤرخ للحرب الصليبية الأولى، ضاع كذلك. ما هو السبب؟ ما هو العامل الذي أدى إلى ضياع هذه المصادر؟ لماذا؟ علمت استفهام. كذلك شيء مهم جدا يا حمزة، لو اتخذت الجابري نقد العقل العربي، نقد العقل العربي سوف يؤثث لك هذه المفاهيم يؤثثها لك، من حيث هل أن العقل الفقهي قادر أنه يؤسس لهذا المفهوم أم لا. الجابري لازم، وكذلك لازم هشام جعيط تقرأ الآخر، ما تقرأش غير للمعتدلين فقط، اقرأ لهشام جعيط الذي عنده الفتنة الكبرى مثلا، أعاد بناءها وأعاد قراءتها من جديد، وكأنك الآن تمزج حمزة بين المصادر والدراسات هذه، وكذلك الدراسات الحديثة مثل اللي كنا نتكلم عليها. كذلك هنايا، وأما الصعوبات حمزة اللي تتكلم عليها أنت، تقول وأما الصعوبات التي واجهتني في سبيل ما هذه الدراسة عندما تعرض لها إيمان مني، لا، لازم تتكلم على الصعوبات حتى يشوف الباحث ولا القارئ أين تكمن صعوبات البحث في الصراع المذهبي والتطرف، الصراع والتطرف المذهبي. نروح وحمزة إلى الفصل الأول. الفصل الأول خلاص حمزة، أعتقد حمزة جازما بأن الفصل هذا كامل مكرر. علاش مكرر؟ كي نروحوا للجامعة الإسلامية مثال ملك هنا في الجزائر مثلا، في الجامعة الإسلامية كتبوا عليك، شوف كتبوا على الأحناف والمالكية والشافعية والحنفية والطوائف الشيعية والزيدية والإسماعيلية كلهم كتبوا عليك، وأنت عاودتيهم. واش قلتي؟ قلتي المذاهب أهل السنة والجماعة الأحناف وكذا وكذا، عاودتيهم ونسيتي موضوعك يا حمزة، وهو الصراع والتطرف المذهبي. يحبذ أنه في الفصل الأول تعطينا مفهوم الصراع المذهبي، كيف صافي يدير الصراع المذهبي؟
ماذا تقصد بالصراع المذهبي؟ انت ما عرفتيناش الصراع المذهبي واش تقصد به راه ما عرفتيناش اصلا الصراع المذهبي. ما كاين صراع مذهبي لغوي فلسفي سياسي، يعني كيف تطور هذا الصراع كيفاش نسموه اليوم؟ اذا انا اعتقد انه يكون الفصل الاول اللي كثرتي فيه هذه الاشياء اللي تكلم عليها الشاغوستياني كل تكلم عليها هذه الامورات هذه، الفصل هذا يحبذ حسب رايي ان يكون مفهوم الصراع المذهبي لغويا وفلسفيا وسياسيا، كذلك يكون مرجعيات الصراع المذهبي، ما هي المرجعيات التي ارتكزت عليها السنه وما هي المرجعيات التي ارتكزت عليها الشيعه؟ المرجعيات وكانك موضوع تقراه بمصطلحات حدث، وكذلك عوامل تشكل الصراع، ما هي العوامل التي ادت الى تشكل هذا الصراع؟ وما عرفتيناش كذلك ماذا نقصد بالتطرف المذهبي؟ ماذا نقصد بالتطرف المذهبي؟ الروح وحمزة الروح مباشرة إلى الفصل الثاني يا حمزة، الفصل الثاني هذه دردشة معرفية فقط حمزة، يعني نشوف الأشياء التي وجب أن تكون في هذا البحث. يعني نشوف حمزة الفصل الثاني، الفصل الثاني عنوانه التوجه المذهبي وأثره على العلاقات بين القوى الإسلامية في العراق والجزيرة إلى غير ذلك. صحيح، أنا أشوف هذا الفصل يوضح بعض الأمور السردية التي لا تتعلق ببعض صور الإسلام، ببعض صور الصدام بين المسلمين من الصفحة 49 للصفحة 84. أنت حمزة دخلت إلى الموضوع من الصفحة 84 إلى 101، بديت تتكلم على 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 الصراع المذهبي، الصراع المذهبي والمقاومة عليك، طولت بزاف درت حشو كبير، ومن بعد مشيت درت واحد 4 أوراق وتكلمت على المهم هذاك المهم الرسمي. حتى في الفصل الثالث، كل الفصل الثالث شوف أنت الفصل الثالث كامل نشوف فيه إضافية، كانت عسير الحملة وانتكاس الصربي وكذا، ودخلت إلى الموضوع في أثر الصراع المذهبي، وهذا هو الموضوع المطروح، يعني بوادة مبكرة واحدة ما بين السنة والشيعة. شوف حمزة ديما أنت تتكلم على السنة والشيعة، السنة والشيعة، لازم في الموضوع تاعك يكون السنة والشيعة، أنك فهمت؟ نشوف حمزة الصفحة رقم 104، 104 تكلمت في الاول، تكلمت على سير الحمله الصليبيه الاولى، سير الحمله الصليبيه الاولى. لو تبعت المصادر حمزه التي ارخت للحركه الصليبيه هك وتجبدها ودير لنا خريطه توضيحيه كما قال الاستاذ عبد الملك بكاي، يعني توضيحيه من انجازك انت ومن ابداعك انت، وتستند في ذلك الى مجموعه من المراجع، مجموعه من المصادر، تكون تقول باعتماد على المصادر كذا وكذا وكذا والدراسات كذا كذا يمكن انجاز الخريطه التي انجاز خريطه سير الحمله الصليبيه الاولى من كذا الى كذا. هو جهدك، هذا هو جهدك، تهز من مصادر جغرافيه من مصادر تاريخيه وترسم لنا الخريطه، انت الذي ابدعت فيها، انت الذي قمت بعمليه الرسم. روح وحمزة للصفحة رقم 268، 268 268 تكلمت على نصر حطين واسترداد بيت المقدس ثمار جهود الوحدة. فيه شيء لم تذكره حمزة، وهو أن المغاربة كانوا يمثلون حسب بعض الإحصائيات 20 إلى 25% من جيش صلاح الدين الأيوبي. انت نفيتها، مدلك مثال على أبو مدين شعيب، ذلك المتصوف.
تقول مصادر أنه شارك في نصر حطي، وقطعت يده هناك، بل أن صلاح الدين جعل لهم بابا كبير يسمى باب المغاربة. هذا نظير للخدمات القتالية التي قدمها المغاربة لصلاح الدين الأيوبي. إذن أهملت دور المغاربة في الجيش، في الجيش كدور مهم جدا في نروح حمزة إلى قائمة المصادر والمراجع، إلى قائمة المصادر والمراجع. كي قريت هكا المصادر باللغة الأجنبية وباللغة العربية، وجدت حمزة، شوف شوف مليح، أقدم مرجع اعتمدت عليه في 1907، وأحدث مرجع دراسة اعتمدت عليها دراسة واحدة هي تاع الشنقيطي، واختار الشنقيطي 2016. ورغم وجود العديد من الدراسات المعاصرة، جدد الكتابات الدراسات الجديدة لتبين هذه كلها دراسات تناولها الأستاذ كمال بن مارس في الدراسات تاعو في بوروت وفي كذا. ما هو الجديد حمزة؟ ما هو الجديد؟ وأنت، أنا عندما قرأت الشنقيطي أنت تقول وقد الدراسة الوحيدة اللي في هذا هي دراسة محمود مختار الشنقيطي. هل حمزة أضاف شيء على دراسة الشنقيطي أم ترك دراسة الشنقيطي كما هي؟ هذا هو السؤال. لازم حمزة تختلف على الشنقيطي. أنت الآن صرت تتابع للشنقيطي، دائما تدير الشنقيطي. هذه هي حمزة بعض الملاحظات التي أراها شخصيا، ولا ألزمك بها، أنها جديرة أن تكون في هذا البحث وتثري موضوعك الذي كان موضوع ممتاز، موضوع جيد، منهجية راقية جدا، فيه طاقة، لاحظت طاقة ممتازة في 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 بحثك. لا غلو أن نقول هذا جاء من خلال إشراف مشرف متخصص في هذا المجال، وقلت لك أني قريتها بتمعن وبثقة وبطمأنينة لأنها جاءت من مشرف متخصص. والسلام عليكم أستاذ، وشكرا. شكرا أستاذ بيسي بوعلاس على هذه الملاحظات، ويمكن إطلاع بعض الملاحظات الهامة بالموضوع. باختصار أنه انتقد الأستاذ عنوان البحث أو الطروحة، يعني حسب المعلومات حسب ما ورد في الرسالة، فإن الصراع المذهبي كان بين الشيعة فاطمية وبين الدولة العباسية السنية، أما المذاهب الأخرى فلم تدخل. وهو نفس الملاحظة يعني لاحظها لجميع الأساتذة، يعني هذه بالنسبة لي في خص عنوان البحث. كذلك لاحظ الأستاذ أن هناك ليس هناك أن يجب على الطالب إبراز شخصياته في البحث، وخاصة أنه اعتمد كثير على الشنقيطي وآراء الشنقيطي. كذلك ما ورد كذلك حول الانتقادات حول المصادر، استعمال المصادر والمراجع في بخصوص الدراسات، يجب على الطالب الرجوع الى الدراسات الحديثه خاصه حول الصراع المذهبي بالمغرب، واعطاك الاستاذ مجموعه من الكتاب، يعني انت ما ذهبتش عليها خلاص، يعني على الاقل في تعريف الصراع المذهبي. وهذه اهم الملاحظات، يعني بعض الملاحظات تناولها الأستاذ أبو العراس، ولا شك أنها تكون مفيدة واستفاد منها الطالب. ويحيل الكلمة مباشرة إلى الأستاذة الدكتورة عطار السنة لإعطاء الملاحظات لهذا الموضوع. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لك الفضل أستاذي الأستاذ خالدي رئيس الجلسة، حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللجنة، الطالب المترشح اليوم لنيل شهادة الدكتوراه، العائلة، الأساتذة الأفاضل من جامعة قسنطينة، كل الحضور، يطيب لي اليوم أن أكون ضمن هذه اللجنة مناقشة الموقرة.
فيها للقامات يعني العلمية للمتخصصين في التاريخ الوسيط على رأسهم الأستاذ كمال مارس المتخصص البروفيسور المتخصص في الحروب الصليبية. يعني قلما نجد متخصصين في مثل هذا المجال في يعني تقريبا على حق الدراسات الجزائرية عموما. كما ذكر الأستاذ وسبقني في هذا ما يعني يضفي الشرعية على هذا البحث، خاصة أنه متخصص في الحروب الصليبية. بدون إطالة أتحدث أولا عن أهمية الموضوع، يعني الموضوعات اللي تتعلق بالعلاقات بين الشرق والغرب ما زالت مواضيع طيعة في أيدي الباحثين، سواء القديمة منها والبسيطة والحديثة والمعاصرة إلى غاية اليوم. لفهم طبيعة هذه الصراعات لابد دائما أن تكون خلفية تاريخية هي المنطلق الرئيسي لفهم الإيديولوجيات الحديثة، لفهم الصراعات وغيرها. وهذا ممكن ما سبقنا به الآخر، سبقنا به الغير. لذلك أنوه في الاهتمام بمثل هذه المواضيع، ونلحظ يعني حاليا توجه أكثر كان نحو خاصة في الآونة الأخيرة نحو المواضيع ممكن الاقتصادية والاجتماعية. فالاهتمام بالجانب العسكري أيضا يعني شق مهم جدا ويحتاج الاهتمام. بالنسبة لي خاصة أنه يرتبط بالمذاهب، والجانب المذهبي هو عنصر مكون للحياة السياسية للمسلمين منذ صدر الإسلام إلى غاية يومنا، وما زال الجانب المذهبي يؤثر في فكرنا، في قراءاتنا، في توجهاتنا السياسية إلى غاية اليوم الحالي. على العموم كما ذكر يعني تفضل به الأساتذة، لاحظت يعني لغة سليمة، قلة الأخطاء المطبعية، إخراج جيد لهذه الرسالة الموجودة بين أيدينا، فيه جهد واضح. يعني نتحدث أنا حتى من نفسي، صعوبة المواضيع العسكرية هي تحتاج التركيز، تحتاج دائما التتبع. بالتالي هذا جهد يحسب لصالح الطالب ويثمن عمله. فقط لدي يعني بعض الملاحظات، ممكن سأتناول جانبين، هو الجانب المذاهب والجانب التقني. خاصة ما استغربته في هذه الرسالة عموما أنها تقوم على دراسة الخريطة الجيوسياسية كما ذكرتها، أو استعملت مصطلح المذهب والسياسية، إذا ما سياسة مذهبية إذا خنتنيش الذاكرة. لكن أغلب المعلومات فيها أحداث تقريبا صماء، أنا سميت أحداث صماء. وقفت على حسن تقديم المعلومة، ولكن تغيب معها شخصية الطالب في طريقة تقديمها. كانت تقريبا السرد تنظيمها بشكل يخرجها من السرد المتواصل، فلم أقف على عناصر يعني جزئية تركز عليها في موضوعك. هذا النقطة الأساسية. تقوم أنت بعنوانتها وتقسيمها بما يقرب المفهوم لدراسة هذا الموضوع. لم ألاحظ أين اختصارها، على الأقل في جداول حسب السنوات، خاصة إذا كانت أحداث صعبة نحتاج إلى نوع من الجانب التقني ليخرج الرسالة من مجرد الأحداث اللي ممكن نرجع إلى أغلب المصادر نجدها، إلى الكثير من الدراسات المتخصصة ونجد مثل هذه المعلومات. وبالتالي فالموضوع يحتاج إلى إعادة قراءة جديدة وتقنية جديدة نجد فيها شخصية الطالب أو المترشح في هذه الرسالة. تعليقاتك أيضا ممكن قليلة حول مناقشة إشكاليتك وطرح هذا من جهة. غياب أهم نقطة نركز عليها هي غياب الخرائط التوضيحية. الخرائط التوضيحية سواء في الملاحق أو الخرائط التوضيحية المرافقة للعناصر موجودة في هذه الرسالة. وكما ركزت سابقا أن الموضوع العسكري والسياسي يحتاج إلى تركيز. بالتالي بدل ما يتحدث للطالب عن توجهات
القادة والعسكريين والمعارك من كذا إلى كذا، لو الطالب اعتمد لي على طريقة يعني طريقة كما نسموها احنا حاليا الزوم، كل مركز لي إذا تحدث لي على أنطاكية يحاول يرسم لي خريطة حول المنطقة، نفهم أكثر طبيعة الصراع حتى طبيعة التواجد سواء السني أو الشيعي في المنطقة، أسباب الهزيمة وغيرها، حتى على الأقل تخرج من الطابع السردي العام إلى طابع تقني يسهل لي كمناقشة أو يسهل للقارئ عموما، لأنه هذه الرسالة سوف توضع في المكتبة حتى يتمكن من فهم الأحداث أو فهم هذا الصراع الموجود في الرسالة. مثلا الإمارات المستقلة في الشام قبل الحملات الصليبية، يعني تمنيت لو نجد خريطة، ليس ممكن يقراها هذه الرسالة متخصص، وممكن يقراها غيره متخصصين، بالتالي نحتاج إلى بدل ما نتبع، أنا اضطريت في كثير من الأحيان نرجع للخرائط ونبحث عن خرائط باش نفهم فعلا هذه المعلومات اللي موجودة ضمن العناصر. ما حز في نفسي أكثر أني أجد الملاحق عبارة أو الموجودة صفحة 297 خريطة رقم 1 إلى غاية الخريطة رقم 6 خرائط منقولة. أنا بهذا الشكل لا أقلل من عمل الباحثين السابقين، لكن يجب أن أثمن جهدك، وجهدك هنا يبان بشكل سواء سردي أو بشكل تقني، الموضوع عسكري وتحدثت من البداية سياسي، لكن إذا لم يرفق الطالب وما يكونش مجهوده في شكل رسم خرائط، أنا تمنيت والله توقعت فعلا أني سأجد شيء جديد على الأقل في الخرائط. المعلومات تقريبا هي نفسها، نرجع لابن الأثير ومختلف المصادر سواء المصادر الأجنبية أو ما نقصد المصادر بالضبط أو المصادر العربية، ممكن القراءة فقط هي التي تختلف من دراسة إلى أخرى، بالتالي تمنيت نجد هذه الخرائط مثلا مقولة من كتاب حسين مؤنس أطلس الإسلام اللي تم نشره سنة 1987. هل ما أتيح لحسين مؤنس في تلك السنوات بعيد عنها في وقتنا الحالي؟ ما موقعنا يعني من الإضافة؟ ما موقعنا من الدراسات؟ ما موقعنا من هذه الأبحاث؟ البحث ليس مجرد أني أعيد ما كتب، وإنما يفترض أن أركز على ما يخدم فعلا الموضوع، خاصة أركز على الجانب التقني والجانب الخرائط، جانب الجداول، ممكن بعض الأحداث اللي يصعب فهمها نحتاج إلى ترتيبها، وهكذا ترتيبها الحدث السنة الحدث نتائجه على السنة نتائجه على الشيعة، وهكذا يعني محاولات لترجمة بعض النصوص إلى جداول أو نصوص تقنية. كما ذكر الأستاذ نحن في الجانب الرقمي، أنا متوقعة أني لو نبقى مع الطالب نتحدث له على كل هذا السرد متأكدة ممكن جزء القليل منهم يفهموا الكثير، لكن لو نحط له الجدول متأكدة 100% أن الكل سينتبه، أو هذاك العمل الرياضي يشد انتباه الجميع، قارئ باحث إلى آخره. لذلك العمل التقني لاحظت أنه عمل غائب، يعني الرسالة تناقش سنة 2021 تنقل خرائط من سنة 1987، هذا لا أمر لم أستصغه. المسألة الرئيسية اللي سوف يعني أعرج عليها في بعض الصفحات في هذه الرسالة، نعاود نرجع كما ذكروا الأساتذة حول العنوان، الصراع والتطرف المذهبي عند المسلمين، تفتحت المجال واسع جدا، الصراع والتطرف المذهبي عند المسلمين، هنا ركزت على المذهبي بالضبط، ورغم أن الرسالة هذه ترصد صراع سياسي مذهبي، انت الصراع المذهبي تقريبا غائب، ما رصدته هو صراع سياسي مذهبي طموح للسلطة بين
الفاطميين وبين السنة المشارقة في الحصول على الوصول إلى الحكم أو الوصول إلى السيطرة على منطقة الشام وما بعدها، كل منهما يريد السيطرة على كل أراضي العالم الإسلامي في ذلك الوقت. بالتالي هنا لاحظت أنه صراع سياسي مذهبي أكثر منه صراع مذهبي في حد ذاته. فلم تقل لدى السلطات أو الدول القائمة أو غيرها من المفردات الدالة على تقييد الدراسة على المستوى السياسي والعسكري وليس على المستوى المذهبي عموما. قد أشرت إلى ذلك في الإشكالية الجزئية ما هي أبرز المظاهر المميزة للصراع المذهبي بين القوى الإسلامية الحاكمة بالمشرق الإسلامي. هذا هو التحديد أنا وجدته في إشكالية جزئية من بين الإشكاليات اللي ذكرتها في صفحة ها. ذكرت أنه هذه أبرز المظاهر المميزة للصراع المذهبي بين القوى الإسلامية، هذا صراع مذهبي على مستوى القوى الإسلامية، وسوف أعود إلى هذه النقطة في كثير من المواقع، أنك ترصد صراع سياسي ولا ترصد صراع مذهبي في حد ذاته. كما ذكر تساءلت ما موقع العامة والنخبة من هذا الصراع المذهبي. لما نقول النخبة أعود إلى كل الفصل الأول. الفصل الأول كما ذكر الأستاذ تعريف الحنابلة، تعريف المالكية، تعريف هذا أمر أنا أراه تقريبا خارج إلى الموضوع إذا لم يدرج أو إذا لم تدرج ضمنه عنصر مهم جدا وهو ما موقف هذه المذاهب من مسألة الخلافة والإمامة عموما ومسألة الشرعية، شرعية علي بن أبي طالب وشرعية أبي بكر وعمر بن الخطاب وغيرها من المسائل، فعلا شرعية بني أمية، شرعية بني العباس، كلها مواقف متضمنة وموجودة في كتب هؤلاء ولو هي عبارة عن شذرات. هذا ما أحتاجه في موضوع يتحدث عن الصراع المذهبي، ولست بحاجة أن تعرف لي. كان بإمكانك يكفي أنك تذكر لي في الهامش للإطلاع على مثلا التعريف بالحنابلة أو التعريف بالمالكية أو التعريف بغيرهم، يمكن الإطلاع على ممكن بعض المراجع وكان هذا كافي، أو حتى ولو قدمت لي بعض التعريف في، لكن لا نحتاج إلى تعريف كامل. وأنا موضوع صراع حول شرعية معينة، حول خلافة، حول صراع سياسي، مبدأ سياسي. الصراع في هذا الموضوع ذو مبدأ سياسي وليس مبدأ مذهبي عام. لذلك أنا ركزت على هنا ما هو مبدأ أو ما موقف العامة وموقف النخبة. هذا نقطة كيف اللي أنا لما رصدت هذه الرسالة اعتقدت في البداية أني سأجد الطالب يتحدث لي على نقطة مهمة، هل كان للعلماء ومؤلفاتهم ومناظراتهم دور في الوقوف ضد الصراع الهدام ولو بالتأليف؟ ذكر الأستاذ نقطة مهمة جدا هي العقل الفقهي المسير أو ما نسميه السلطة السياسية، المكافأة بين السلطة، الميزان بين السلطة السياسية والسلطة الفقهية في تسيير كثير من الأحداث في التاريخ الإسلامي. هل كان بما أنه الصراع مذهبي، هل كان تأثير فعلي للعلماء؟ خاصة إحنا نعرف أنه في التاريخ الإسلامي الوزير أغلبية يكون من صنف العلماء أو صنف الفقهاء أو غيره، القضاة، حتى الجنود أحيانا. فبالتالي ما هو الموقف؟ أردت رصد فعلا ما موقف العلماء من هذا الصراع، خاصة أنك أنا قلت في البداية لما شفت العنوان صراع المذهبي اعتقدت أنه سوف يكون عام، لكن لما قريت وجدت صراع على مستوى سياسي بين قواه حاكمة لكل طموحه السياسي فحسب. نركز على النقطة هذه فحسب. هذه مؤلفات ذلك العصر، كان مؤلفات حول الجهاد، مؤلفات يعني بخبرتي ما عنديش بالضبط خبرة فعلية يعني حول المؤلفات وأسماءها، لكن متأكدة أنه موجودة الكثير من المؤلفات الفقهية حول مسألة الجهاد، مسألة الصراع، مناظرات غيرها. تمنيت فعلا أجد أنه الطالب رصد ولو في الفصل الأول، ولو في الفصل الأول اللي عرفت فيه هذه المذاهب.
هل الفقه كان موجه مع كان ضد السياسه المتبعه من طرف الدوله؟ هل كان الفقهاء حتى والشيعة والعلماء، اذا لم نقل فقهاء علماء الشيعة عموما، هل كانوا راضين فعلا عن مواقف الفاطميين من الحروب الصليبيه؟ هنا يبان البحث، هنا تكون مواطن البحث، هنا تكون جده في البحث. هذه النقاط اللي غائبه في مثل هذا الموضوع، خاصه انه العدو واحد ولكن طرفي الصراع الاسلامي قوتين متناحرتين، متناحرتان سياسيا وحتى مختلفتين مذهبيا، لكن لما يكون صراع على السلطه او على العالم الاسلامي، هنا ما هو موقف السلطه الفقهيه من مثل هذه المواقف؟ بالتالي ركزت نفس الشيء على انه الكون الصراع رصدته صراع سياسي. نمر مباشرة إلى المقدمة. حتى المصادر الأدبية توقعت أن أجد مصادر أدبية فيها قصائد شعرية أو غيره، يعني ممكن تضفي هل كان فيها حول الصراع، إذكاء الصراع، محاولة التخفيف من حدة الصراع. بالنسبة للمقدمة صفحة ألف صفحة باء، تعرفت الموضوع في صفحتين، لكن موضوع بهذا الحجم وبهذه الأهمية توقعت أني نجد تعريف يعني دقيق ورصين للموضوع. هاتين الصفحتين أخذ السرد العام، القسط الأكبر من الحديث عن صلب الموضوع. تحدثت عن علي بن أبي طالب، الأزمة السياسية حول منصب الإمام والخلافة، ذكرت هنا رأي الشنقيطي حول أنه أهم ميز الظواهر الثقافية التي ظهرت في العصر العباسي الأول تحول الشيعة من رؤية سياسية إلى بنية اعتقادية، رغم أنني بعد ركزت على مسألة اعتقادية. أنا توقعت أنه القضية الترجمة عقائدية أكثر منه الاعتقاد، الاعتقاد واسع لكن العقيدة واضحة. الاعتقادي بنية اعتقادية وتحول السنن من فضاء مفتوح من الأفكار والقيم إلى نظام اعتقادي مغلق، أعتقد نظام عقائدي. وذكرت أنت استعملت نفس المصطلح هذا كما ذكر الأستاذ، دراسة الشنقيطي قيداتك نوعا ما، فيه نوع من التقييد. حتى وصلت إلى الفقرة الأخيرة من صفحة باء لم أقف على تعريف علمي دقيق للموضوع يجعلنا نقف على الفكرة الأساسية للدراسة وعن خبايا مسائل وقضايا الدراسة. القضايا هذه يعني تأثير المذهبي، تأثيرها على المواقف، غيرها كان تقريبا مبهم نوعا ما في الصفحة ألف وباء. أنا يعني نوهت بالنقطة هذه مهمة جدا لما ذكرت في صفحة دال، بالتالي محاولة إسقاط في الفقرة الأولى، محاولة إسقاط تلك الصورة على واقعنا الحالي للإجابة على عديد التساؤلات حول عوامل ومسببات الوهن الداخلي الإسلامي في مقابل تكالب القوى الغربية على مقدرات دوله. هذه نقطة مهمة جدا في أهداف الدراسة. نحن لسنا بحاجة فقط إلى قراءة التاريخ لنضعه في أدراج المكتبات، وإنما للاستفادة منه فعلا ولاستغلاله ولفهم طبيعة الصراع، ولعلى الأقل صناعة مواقف أمام مثل هذه اللي ذكرته كما ذكرت تكالب القوى الغربية. عندي صفحة ها لاحظت انه الموضوع عميق جدا ومهم للغايه، لكن الاشكاليه خاصه الرئيسيه طرحتها بشكل سطحي، حولت العنوان الى متغيرات يعني نفسها مصطلحات موجوده في هذه الاشكاليه. ما اثر الواقع المذهبي للمسلمين بالمشرق على ردود فعل القوى الاسلاميه؟ كان الاولى انه تكون أكثر دقة.
بالنسبه للاشارات الموجوده او الاشكاليات الجزئيه، لاحظت انك رصدت نقطه مهمه، وهي هل كانت للمدارس وللنخب والوزراء والعلماء والقضاة دور في اذكاء او التخفيف من حده هذا الصراع؟ ذكرتها ضمنيا ضمن هذه الاشكاليات الجزئيه، لكن لم تركز عليها في هذه الدراسه. هي موجوده في الاشكاليات الجزئيه، لذلك كنت يعني نقرا ومتوقع اني اجد مواقف العوده الى مختلف المدونات، ممكن فقهيه العقائديه، خاصه بما انه العقائد حول موضوع الحروب الصليبيه في حد ذاته، او على الاقل لو رجعت للمؤلفات التي تعود الى تلك الفتره كان ممكن ان نرصد مواقف معينه للسلطه الفقهيه. بالنسبه للدراسات السابقه، انا في اعتقادي انه لما الطالب يرصد الدراسات السابقه بهدف ما الذي قدمته هذه الدراسات وما اهملته او تجاوزته من اشكاليات وعناصر واحداث، وقمت بدراستها لتضفي الجد على بحثك. لما نرصد الدراسات السابقة نرصد إضافاتها، آراءها، مواقفها، وبالتالي نستلم منها أو نستخرج منها بطريقة آلية الإشكالية أو الجوانب المغيبة في بحوث هؤلاء لتكمله أنت في مسارك البحثي. هذه الهدف من الدراسات السابقة، الدراسات السابقة حتى نعرف أين وصلت لي ننطلق أو لنعيد القراءة أو إلى آخره، نرصدها لنبين فعلا ما مسارنا في هذا البحث. الصفحة هذا ما يعني علقت عليه في صفحة فنفسه، ذكرت أنت في آخر الحديث عن نقد المصادر، وقد كان من الضروري الاطلاع على كتب الفرق والمذاهب لأصحابها من السنة والشيعة، واكتفيت يعني هذه النقطة كان المفروض أنه الموضوع موضوع مذهبي، وبالتالي من الضروري الاطلاع على كتب الفرق والشيعة كما ذكرت المؤلفة في هذه الفترة ونقدها. ممكن هذا الأمر اللي غائب ونحن بحاجة إليه. بالنسبة للفصل الأول لاحظت تقريب غياب تام للدراسات الأجنبية والاستشراقية، حتى في دراسة مصطلحات المذهبية الأحناف وغيره، خاصة الشيعة، دراسات حول الشيعة وهي كثيرة، على الأقل يعني أقربها من موسوعة الإسلام وهي متجددة وعندها طبعات متجددة. نحن بحاجة لقراءة أو على الأقل الاطلاع على رأي الآخر في مثل هذه المصطلحات. لماذا؟ لأنه طبيعة الموضوع فيه طرفين، طرف إسلامي وطرف صليبي، بالتالي من الضروري الاطلاع على رأي الآخر حول الشيعة، حول السنة إلى آخره. كيف قرأ المستشرقون؟ أنا حاولت نبحث على بعض الدراسات المتعلقة بموضوعك في على الأقل في موقع أكاديميا، نحط كروازات تخرج للكثير الكثير من الدراسات فيها حول الإسماعيلية بالإنجليزية بالفرنسية، حتى نفهم أنه الآخر مهتم فعلا بهذا الموضوع، مهتم بقراءة المواقف الإسلامية، مهتم بيعني التدقيق والتعمق أكثر في إشكاليات العلاقات بين الشرق والغرب. أي
هذه صفحة 3 اللي وجدت ثم ليصبح اعتقاديا. إن الخلاف بين في صفحة 3 الفقرة الثانية، إن الخلاف بين السنة والشيعة بدأ سياسيا ثم تطور ليصبح اعتقاديا. وبما أنهم تحدثوا على تقييد، نوع من التقييد سنة وشيعة، وفي عالم إسلامي هذا اعتقادي عقائدي أكثر وليس اعتقادي. الاعتقاد واسع جدا، اعتقاد مصطلح واسع، وبالتالي الصراع عقائدي. صفحة 6 الآيات يعني بدون شكل، بدون صفحة 6 نفس الشيء في الفقرة الثانية حيث يقول فيه ابن هشام كذا لكن بدون توثيق. صفحة 6 الفقرة الثانية حيث يقول فيه ابن هشام وذكرت النص لكن بدون توثيق. الفصل الأول دراسة المراجع أكثر، لذلك عندك في المقدمة لما ذكرت أنك عرجت على كتب الفرق والشيعة، حتى في الفصل الأول لفصل مذهبي تقريبا وجدت قلة الاعتماد على المصادر والرجوع إليها وإعادة قراءتها والتمعن في قراءات الأطراف المختلفة من باحثين شيعة، باحثين سنة، باحثين أجانب إلى آخره، حتى نكون فكرة يعني سليمة. وأنا دائما لما نركز على الدراسات الاستشراقية لهدف واحد وبدون عقد، هم فتونا في المنهج، بالتالي احنا لما نقرأه نحتاج فقط يعني ممكن حتى نتعلم منهم إعادة القراءة واكتساب آليات أو المناهج الجديدة لإعادة قراءة النصوص، أكيد بحذر وبغيره مانيش راح ندخل في الموضوع، لكن بدون يعني نقاش الغرب معروفين يعني فاتونا في المنهج قراءة القراءات خاصة في العلوم الإنسانية عموما ومنها التاريخ. عندك خطأ فقط يعني للتنبيه صفحة 8 القاضي النعمان وليس ابن القاضي، أنا في لاحظت بعد دركت الخطأ. مثلا صفحة 9 في بداية الفقرة ذكرت غير أن مخالفي الشيعة أو من صار يطلق عليهم أهل السنة والجماعة فقد رووا حادثة غدير خم بغير تلك الرواية ورأوا تفسيرا للحديث غير التفسير الشيعي. لماذا لم تذكر هذا التفسير؟ لماذا لم تذكر هذه الآراء؟ إن هذه هو صلب الموضوع، خاصة أن موضوعك كما ذكر الأستاذ السنة شيعة، أنت في العموم الموضوع لم تقيد لكن في المتن بحثك مقيد. صفحة 10 لما تحدثت عن مسألة الإمامة والخلافة اكتفيت بذكر ما ورد لدى ابن خلدون والماوردي وهذا غير كافي، موضوع يحتاج إلى أنك تبحث عن الشرعية، لمن الشرعية في الخلافة، مفهوم الخلافة، المفروض نقرأ قراءات متعددة ومصادر متعددة ومختلفة حتى نتمكن فعلا من إعادة قراءة أو إنتاج مفهوم جديد للإمامة والخلافة في ذلك العصر، أو حسب مصادر، على الأقل حسب مصادر ذلك العصر. بالنسبة للفصل الأول عموماً لاحظت أنك أهملت كما ذكرت لك مصادر الفرق عموماً وأهملت مصادر التراجم، تترجم المالكي أو تعرف المالكية والإمام مالك وتعرف الحنابلة والإمام ابن حنبل وتعرف الأحناف، لكن التراجم غيبة عندك.
حتى لما ذكرت معلومة وقلت أنه أول من أدخل المذهب المالكي إلى مصر هو فلان، لكن لما لاحظت في المراجع وجدت أن المراجع مراجع حتى غير متخصصة، في حين أن المصادر تحدثت وكان بإمكان كان العودة إلى هذه المصادر، العودة إلى تراجم يعني هؤلاء، ممكن أجد أن في هذه التراجم ما يحيل على مواقفها المذهبية وغيره. هذا أمر يعني لاحظته، بالتالي الرجوع إلى المصدر هو الأهم. فالنص الأصلي تتعدد قراءاته من طرف الباحثين، خاصة مع اعتماد مناهج وآليات وطرق تفكير جديدة. يعني ليس بالضرورة ما قرأه أصحاب هاته أحمد الشرباسي الأئمة الأربعة أو غيره بالضرورة سوف أقرأه أنا بنفس الطريقة. بالتالي العودة إلى النص ممكن يوحي لي بما يخدم موضوعي أكثر من التقيدي أو لحظة الجماد هذا في وسط المراجع. نفس الشيء يعني دائما كنت أقصدها صفحة 24، ما الهدف من ذكر الأحناف إذا لم نفصل في رأيهم في مسألة الإمامة وفي مواجهتهم للشيعة بالحجة الأحاديث الباطلة وغيره. مثلا لما ذكرت لك سابقا قضية دخول المذهب المالكي إلى مصر، أخذت عن آدم ميتس من الحضارة الإسلامية، أولى نحن أولى من قراءتنا للمصادر أولى من قراءة ميتس لمثل هذه أو ننتجها أو نعيد إنتاجها، أولى لا يمكن أن ننكر دور المستشرقين ولا أفضالهم. هذا يعني أمر لا يناقش، لكن هذا لا يعني أنه نبقى دائما مقيدين بما كتبوه وبما أشاروا إليه أو بما ممكن أحيانا حتى نظروا له، خلونا نظريات تقريبا وكأنها مسلمات لا يمكن إعادة قراءتها. هنا وجدت أمر مهم يعني هذا اللي ركزت عليه صفحة 29، رأى الإمام في آخر الصفحة، رأى الإمام أحمد بن حنبل أن إمامة المسلمين تكون في قريش، فكان يعين على إمامة ولد العباس. يعني هذا موقف ولو يعني إشارة عابرة، لكن هذه المواقف التي نحتاج إليها واللي كانت غائبة في أغلب ما تحدثت عنه في بالنسبة للطوائف الأخرى. بالنسبة للفصل الثاني، لاحظت التوجه المذهبي وأثاره على العلاقات بين القوى الإسلامية في العراق والجزيرة وبلاد الشام. نقرأ الفصل الثاني كامل، لم أجد ذكرا للجزيرة. وحتى الفراتية لاحظت أني اعتقدت في البداية في اثنين، لكن تقريبا تركيزك حول بلاد الشام بالضرورة وإشارات إلى بلاد العراق ومصر، لكن كتركيز بالضبط تقريبا، رغم أنه أنا كما ذكرت هنا كان عنصر أساسي في العنوان، لكن كإقليم جغرافي قليل جدا. عندك صفحة مثلا 49، يطلق اسم الفاطميين كذا كذا في الهامش، ومن بعد أجد عباس محمود العقاد، فاطمة الزهراء والفاطميون. للأولى رجوع في كتب أو أبحاث أكاديمية إلى الأبحاث المتخصصة أكثر. وجدت أنك تتحدث على فرقة الشيعة النزارية الحشاشون في صفحة 92، لكن لم أجد لها ذكراً ولا عن مواقفها في الفصل الأول. تذكرت الإمامية الزيدية وغيره، لكن فرقة الشيعة النزارية غير موجودة على ما أعتقد حسب قراءتي للفصل الأول. أشرت إلى الانقسام فقط. مثلاً عندي صفحة 95، هذه ممكن الفقرة اللي وجدتها، الفقرة الثانية أو الثالثة، يعني إذا
سبنا ساهم بن عمار في ازدهار الثقافي للمذهب الشيعي بعد تأسيس مدرسة دار العلم من طرف كذا، وهذا اللي كنا نحتاجوه فعلا، كيف عملت هذه القوى فعلا على الترسيخ للمذهب من خلال عن طريق ترسيخ عملي من خلال إنشاء المدارس، تكوين مرجعيات فكرية تدافع عن مذاهبها وترصد العامة أو جذب العامة نحو هذه المذاهب. ممكن هذا اللي كان غائب فيه بعض. نعم لا نعم وجدتها، لكن إشارات معليش أستاذ، لا معليش أنا اللي قريت وجدت مثل هذه، لكن إشارات عابرة غير مؤسسة فعلا أو مؤثرة في طبيعة الصراع. مثلا صفحة 96 وصفحة 97 صفحة في نهاية الفقرة، وكبقية الأقاليم الشامية فقد أدى خضوع دمشق للنفوذ الفاطمي إلى دخول المذهب الشيعي مباشرة بعدها، تتحدث عنا أنه يبدو أن دمشق حصن الأشراف الهاشميين مرتبطين بتعصب للسنة. هذه نقطة مهمة للغاية، لكن ممكن ما استغلتهاش، يعني ما وظفتهاش كما ينبغي لرصد الصراع المذهبي أو التعدد المذاهب في مثل هذه، خاصة مثلا في دمشق. عندك في نفس الصفحة، عندك صفحة 96 مباشرة صفحة 97 مرة تحدثت على دمشق على أنها معقل للفاطميين ثم الأشراف الهاشميين. ما لاحظته يعني هو ممكن يعني حتى اختصر الوقت، أنك النصوص الأصلية فيه نصوص حتى تذكرها أحيانا مثلا في ثلاثة أو أربع أسطر وهي المهمة في هذا الموضوع، مثلا تذكر أن هناك اتفاقيات بين الفاطميين وبين، لكن لا تتوقف عند ذلك النص، لا تشرحه، لا تقدم لنا طبيعة تلك الاتفاقيات، ما مضمونها، غير ما فعلا يجعلنا نتعمق في موضوعك أكثر. هذه يعني لاحظتها في كثير من الصفحات، يعني مش منختصر الوقت. صفحة 281 أنا حسب طبيعة يعني ما ذكرته في الموضوع وحسب قراءتي لهذه الصفحة 281 الفقرة الثالثة، ذكرت أنه في السطر الثالث يمكن القول أن السطر الثاني نهاية السطر الثاني، بل يمكن القول أن التسابق في فرض الاعتقاد الطائفي والتمكين له كواجب ديني لدى تلك القوى هو من كان متحكما، لكن أنا لما قريت الموضوع المتحكم هو الطموح السياسي أكثر من طبيعة التمكين المذهبي، طموح التم السياسية غلبت حتى التمكين فعلا لهذه المذاهب أو كواجب ديني كما ذكرت. ركزت في الخاتمة هنا صفحة 283 في النص والمتن تأكيد على عمق الطموح السياسي أكثر من التأكيد على عمق التمزق المذهبي وأثره في المقاومة ضد الصليبيين. بالنسبة للملاحق لن أعود للحديث عن الخرائط مفروغ منها، لكن صفحة 289 صفحة الملحق رقم 3
كتاب الأمان الذي أصدره جوهر الصقلي قائد الجيوش الفاطميين عقب دخوله مصر وغيرها. وأنا مش محتاجة العقد الأمان هذا، محتاجة فقط إذا كانت عقود أمان خاصة بالفاطميين لصالح أو من طرف الصليبيين لصالح الفاطميين أو العكس، ما يخدم فعلا ملاحق تتحدث فعلا عن طبيعة الاحتقان أو أحد المواقف متعلقة بها أو نوع من الإذكاء لبعض القادة أو غيره لقضية أو تعمل على الإذكاء أو الصراع أو ما سميته بالتطرف المذهبي، أولى من أنه يكون ملحق عام يتحدث عن الأمان الذي أصدره جوهر الصقلي عند دخوله لمصر. مثلا الملحق رقم 4 كان في المطلوب، كان أنا الملحق بالنسبة لي، أنا لما نعرف الملحق، الملحق هو ما لا يمكن حشوه في المتن ولا يمكن الاستغناء عنه، أو يعني ضروري أنه يطلع عليه من يقرأ هذا البحث، وبالتالي نجعله ملاحق ولا تكون الملاحق مجرد جمع لما له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع. صفحة 295 بالنسبة لصور لبعض القلاع ذكرت المصدر صور من شبكة الانترنت، الأولى الروابط، الأولى صفحتين الأولى الروابط. ولما تقولي ويكيبيديا هناك روابط مختصة، يعني كان بإمكان لو يعني الطالب يدقق فقط مع شبكة الانترنت ممكن تقدم له ما ممكن، لا ممكن أحيانا نصل إلى بعض المراكز الأرشيفية وغيره متقدم لناش صور ونجدها متوفرة متاحة فيه على الشبكة العنكبوتية. ما ذكرته لا ينقص من قيمة هذا الموضوع، أرجو يعني أن يتقبلها المترشح بصدر رحب. أعتذر على الإطالة وأعيد الكلمة إلى رئيس الجلسة. نشكر الأستاذ الدكتور الطابي على هذه الملاحظات، والحقيقة يمكن تلخيصها في أن في أعطت أهمية خاصة للموضوع أن العلاقات بين الشرق والغرب فهي بهدف فهم طبيعة الصراعات والتي موجودة إلى يومنا هذا. ونعرف كثير من الآن الزعماء السياسيين غير دائما يرجعون إلى هذه الفترة، هي الحروب الصليبية كغزو في مرحلة غزو العراق وغيره. كذلك يعني أعطت يعني من بين الملاحظات أن هناك بقية الأساتذة هناك سرد المعلومات، يعني كان هناك سرد رغم أن أهميتها في الأحداث إلى أنها عدم يعني التعليق عليها وغيرها، يعني يجعل يعني شخصية الطالب يعني غير موجودة في هذه الطروحة في كثير من الأحيان. كذلك غياب الخرائط التوضيحية لمعرفة طبيعة الصراع خاصة حول المذاهب، يعني توزيع المذاهب في منطقة المشرق الإسلامي خاصة في منطقة الشام والعراق ومصر كذلك. هذه بعض الملاحظات على الأستاذة يعني الأستاذة طابي. فيما يخص فقط أريد أن يعني أعطي بصورة موجزة عن أهم الملاحظات اللي لاحظتها في بعد قراءتي لهذه الرسالة. في الحقيقة أولا أن الطالب احترم جميع المراحل الخاصة بإنجاز طرح الدكتوراه من حيث الشكل وكذلك من حيث المعلومات والمنهجية. كذلك لاحظوا كذلك أنه أنجز كذلك هذا المقال التاريخي اللي هو يتطابق مع ما ورد في الأطروحة. وعلى هذا الأساس فقد تمت يعني الموافقة لمناقشة هذه الأطروحة. لكنني عندي يعني بعض الملاحظات العامة حول الموضوع. أولا فيما يخص كما قال الأستاذ يعني فيما يخص العنوان، يعني أول ملاحظة
فيما يخص العنوان الصراع والتطرف المذهبي عند المسلمين بالمشرق الإسلامي، يعني حسب معلومات لي واردة كما يعني ذكر الأستاذ، يعني هو الصراع بين الشيعة الفاطمية والسنة العباسية بالمشرق الإسلامي، وأثره يعني عندما تناولت هذا الموضوع ما كانش يعني لا توجد هناك مذاهب أخرى يعني اللي يخط في الصراع، هناك صراع أساسي، ولهذا في الموضوع يقدر يعني العنوان يقدر نقول الصراع الصراع بين الشيعة والسنة، يعني هذه فيما يخص العنوان. فيما يخص كذلك بصفة عامة المعلومات الواردة، هناك كما قالوا الأساتذة كلهم يعني هناك إثنار فيما يخص يعني تذكرت كثير من المعلومات يعني ما زايدة يعني زايدة في البحث، خاصة لما ذكرت لنا جميع المذاهب السياسية يقرأوها طلبة هذه الأحناف والمذاهب هذه ذكرتها كل سردتها بطريقة يعني وهذا غير يعني مفيد لأنها هي موجودة، لكن يعني من أحسن واحد يدخل يعني يدير مقدمة صح مثلا في تعريف الصراع المذهبي وثم يدخل يعني في رأيي الصراع المذهبي خلال القرن الخامس الهجري، تكلمت طول عن خلال وتشير الى هذه المذاهب هذه تشير لها الى في الهامش، وليس يعني اعطيت لها يعني في مخصص الفصل الاول تقريبا كله يعني على المذاهب وغيرها حاجه معروفه في وهذا يعني ربما يعني تلاحظ باللي الغرب كثير من الدراسات تاعنا الاكاديميه ينقدون عليها باش يقول لك المشاكل تاع البشر بصفه عامه في الدراسات تاعنا التاريخيه وغيرها يعني نحن نضخموا العمل بالرغم انه هو ما يحتاج لهذيك المعلومات، هذه جعلت الرسائل تاعنا كلها ضخمه رغم انه هو يركز على الصراع الموضوع يركز على الصراع المذهبي. اذا هذه فيما يخص اهميه الموضوع ما شك فيه ان الموضوع له اهميه يعني خاصة يعني متناول الصراع يعني بين خص الغرب والشرق والأهمية خاصة تكون في الإشكالية المطروحة، تعرف مليح كثير من الدراسات الآن كثير من الناس يتساءلوا المؤرخين يتساءلوا عن الفترة هذه ما هي الأسباب التي جعلت يعني الصليبيين هذوما يقوموا بالهجمة.